يا صباح الإشراق، صباح الفل، يومكم سعيد وأيامكم كلها خير وصحة ورضا وكل المعاني الحلوة، دايما الخير لأيامكم وسعادة لقلوبكم. مشاهدي الستات على النهار، يمكن إحنا يوم الثلاثة اللي فات كنا منتبهين لتقرير طلعته منظمة الصحة العالمية، وعملنا مناقشة فيه عن الاسبارتم أو الاسبرتام اللي هو السكر البديل وكل البدائل الأخرى للسكر، لأن منظمة الصحة العالمية قالت إن هو احتمال يكون مسرطن للبشر وتحديدا أنواع سرطان الكبد. طيب القصة دي عملت مشكلة كبيرة جدا في العالم، مش بس عندنا بس، لأن ده داخل في كل شيء من معجون السنان للحلوة بتاعت الأطفال، أعتقد الشوكولاتة، الحاجات كتيرة جدا في تعاملنا اليومي وفي تفاصيلنا اليومية موجودة فيها. الناس اللي عايزة تخس بتتعامل معاه، الناس اللي عندها سمنة، حاجات كتيرة جدا. يعني القصة مش قصة شيء بسيط أو شيء عادي أو شيء محدود، لا، هو حاجة كبيرة جدا جدا. يمكن الستات على النهار كان لهم السبق في فتح هذا الملف والحديث عنه من كافة التخصصات اللي أكدت عليها منظمة الصحة العالمية. يمكن شفنا الأيام اللي فاتت البرامج أو بعض البرامج اشتغلت على القصة دي، ولكن اللي حاصل بعد كده إن في تعارض ما بين منظمة الصحة العالمية وما بين هيئة الدواء اللي بتقول إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتختلف تماما مع منظمة الصحة العالمية، وبتقول ردا على استنتاجات أو ما سمتها استنتاجات منظمة الصحة ودراستها عن الاسبارتم إن هو ليس له علاقة بالسرطان. هنا احنا كبشر كمستهلكين وقعنا في حيرة من التناقض بين منظمة الصحة العالمية وبين منظمة الغذاء والدواء الأمريكية، وعشان كده حبينا مرة تانية ان احنا نقطع الشك باليقين. فمعانا مداخلة تليفونية مع دكتور عمرو عبد المنعم. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور؟ احنا ما ساعدناش الحظ ان حضرتك تكون معانا الاسبوع اللي فات في السبق اللي احنا عملناه، لكن احنا نحب نعرف بعد ما طلع التناقض ده نفهم من حضرتك القصه، يعني طيب. ايه بدائل السكر وايه الامن فيها ونتعامل ازاي؟ تمام يا فندم، زي ما حضرتك قلتي بالظبط يا مدام سهير، القصه كلها، بس احنا بس الفكره مش الاختلاف من الاف دي اي مع منظمه الصحه العالميه. منظمة الصحة العالمية هي أفرع، بمعنى اللي طلع هذا الريبورت هو الجهة المسؤولة عن أبحاث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية. قالوا إن هناك بعض الأبحاث ولكن ليست قوية، ما عندهاش دليل قوي، ولكن موجودة بتقول إن احتمالية إن استخدام الأسبرتام يؤدي الى احداث سرطان الكبد، وحطوه في جروب 2B. 2B يعني الاكثار منه، يعني خلي بالك، يعني اللي هو مش ممنوع، مش جروب 1، لا ده جروب 2B، دي درجه اقل بكتير. جم ردوا عليهم جوه منظمه الصحه العالميه مجموعه الخبراء اللي هم مسؤولين عن المواد الغذائيه، قالوا لهم لا، هذا الكلام ضعيف، وبالتالي تبقى الجايد لاينز والتوصيات هي ان الحد المسموح المتاح للاسبرتام هو 40 ملي جرام لكل كيلو جرام في اليوم. يعني ايه؟ حبه الاسبرتام الواحده دي فيها حوالي 50 ملي جرام، الساشيتس فيها 20 ملي جرام، يعني محتاجه تاخدي يعني ارقام كبيره جدا 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 عشان توصلي لهذا الحد الاعلى. يعني مثلا واحد يشرب 12 ل 14 كانز من الصودا الدايت في اليوم عشان يوصل للحد الاعلى. فاذا ايوه، بس يا دكتور في ناس بتعمل كده، يعني في ناس بتتعامل مع الحاجات الدايت دي بانها زي الميه كده وبتشرب منها كتير. ما انا هقول لحضرتك بالنسبه ده، بالنسبه للجزء الاختلاف اللي حصل جوه منظمه الصحه العالميه نفسها. يعني بقى في اختلاف جوه المنظمه نفسها. هم دخلوا بقى الاف دي اي طبعا بعد ما رجعت ابحاث كتير زمان وطلعت ان قالت ان الاسبرتام بشرط ان هو ما يعديش هذا الرقم، ان هناك حد اعلى لهذا الرقم. لما قالوا هذا الكلام
هذا الاختلاف انا مش شايف ان هو اختلاف، بمعنى ان هو زي مثلا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في حلقات قبل كده، قلنا ان اللحوم اللي هي مصنعه وقد اللي هي تؤدي، فالاكثار منها لا يجوز وبالتالي لازم نحدد كمياتها. نفس الفكره انا بقول دايما في الاسبرتام، انا دايما بنصح بالاسبرتام، هو الحد الاعلى كبير، ولكن الفكره كلها ان هو بيدينا 220 مره قد السكر في حلاوته، يعني بدينا كده تيست بتاعه احلى، يعني اللي هو التيست اللي هو السكري 220 مره قد السكر، وبالتالي الاكثار منه بيخلي دايما المخ مستعد لاستقبال السكر بشكل اكبر. فانا ما حلتش المشكله، طب انا باخده ليه؟ انا باخده عشان اقلل استهلاكي للسكر. طب انا لو زودته منه المخ مش هيقبل ذلك، هيزود استهلاك السكر بعد كده، يعني بعد ما اخد الحاجه اللي فيها اسبرتام هلاقي نفسي محتاج حاجه سكريه، فابتدي ادور على شوكولاته، ادور على حاجه حلوه، يبقى انا ما حلتش المشكله. وبالتالي هل الاسبرتام حتى هذه اللحظه امن في الحد الادنى بتاعه اللي هو في التوصيات؟ امن، ولا يمكن ان احنا ناخذ بتقرير واحد فقط من هذه المنظمه اللي هو تم انتقاده عن طريق التقارير الاخرى، وبالتالي هو اصبح مجرد بنقول للناس خلي بالكم زي ما قلنا قبل كده لا يمكن الاكثار من الاسبرتام او من كل انواع اللي هي بدائل السكر. ليه؟ مش بس عشان انها مسرطنه، عشان هتخليك محتاج تاخد سكر اكتر، يعني ليست حلا للمشكله، بقت هي المشكله. فبنقول احنا اللي بيشرب صودا بنقول اخرنا واحد في اليوم، ما ينفعش نزود عن كده. طب انا زودت عن كده استبدلته كبديل للميه، طب انا عملت نفس المشكله، هرضو هفضل محتاج سكريات اكتر. طب انا لما باخي اخد اقراص قرص الاسبرتام في حوالي 30 ملي جرام، اخد 3 4 اقراص في اليوم، 5 بالكتير، يبقى خلاص الموضوع انتهى. هاخد الساشيت فيها 38 ملي جرام، هاخد 2 في اليوم، انتهى. انما هاخد 10 و15 و20، لا طبعا. انا كده بقول حتى لو كان في الحد بالنسبه للتوصيات، ولكن انا باخدها ليه؟ باخدها عشان ما اخدش سكر، لا انا كده هاخد سكر اكتر. وبالتالي دائما ابدا تبقى في الحد الادنى، ولكن ليس لاحداث السرطان بس، ولكن فكره ان هي نحافظ على ان احنا ما ناخدش سكر اكتر. فالتقرير بتاع منظمه الصحه العالميه وحده لا يكفي تماما للامتناع تماما عن الاسبرتام، ولكن ان احنا نكتفي بالحد الادنى مش بس عشان السرطان، عشان ما نزودش السكر في الجسم. مظبوط. احنا بنشكرك جدا لان ده كان موضوع مفزع، لان هو داخل في معجون السنين وداخل في لا هو طبعا في هذا الكلام وفي حلاوه الاطفال وفي الشوكولاته وفي البسكوتات، داخل في كل حاجه، بنقرا الحاجات بنلاقي المحليات محليات محليات، فدي خطر. في الحد التوصيات بتاعته هو امن تماما حتى هذه اللحظه وحتى بكل الدراسات، يعني انما الحذر من الاكثار، الحذر من الاكثار في كل شيء وليس الامتناع عنه تماما. اوكي، الاعتدال بالحد الادنى، مش نوصل للحد الاقصى ولا حتى نقف في النص حتى. ابدا، مظبوط، خلينا في الحد الادنى. في الحد الادنى. اوكي، بنشكرك دكتور عمرو، بنشكر وقتك وبنشكر علمك. عندنا بنوته مهمه جدا جدا، عملت شيء فخر للعرب جميعا وفخر الستات وفخر للبنات، نجمة التنس التونسية أنس جابر، رغم خسارتها امبارح لكن أنس بيصلحوا لي، أنس، أنا أسفة، أنس عملت حاجة حلوة جدا للمرأة العربية بشكل عام. بنحييك يا أنس رغم الخسارة، لأنك كان أدائك بطولي ومشرف وبيقول حاجات كتير جدا. دي صورتها اللي موجودة معانا دي. أنس حرصت يمكن أميرة ويلز على أنها تواسيها بعد المباراة، وما قدرتش تقاوم دموعها، حضنتها وتعاطفت معاها وسجلت مشاعرها الكاميرات. أنس قالت في أول تعليق ليها أن دي أكبر خسارة مؤلمة
في مسيرتها، وانه هيكون يوم صعب لكنها لن تستسلم وستعود اقوى. انها رحله صعبه لكنها وعدت بالعوده والفوز بلقب هذه البطوله يوما ما ان شاء الله. احنا يعني بنحيي كل النساء العربيات والنساء عموما لما بيكونوا مبدعين في كل المجالات. معلش انا ببعت رقم تليفون للإعداد، فعشان كده بصة في التليفون، هم بيفتكروا وأنا على الهواء بعت لنا رقم كذا، فتمام. لكن النجمة التونسية بنقولها كل التحية، وأنتي عملتي شيء رائع جدا جدا، وبنحييها وبنحيي كل امرأة عربية بتقدر تنجح وبتقدر تقاوم وبتقدر تكافح وعندها موهبة وما بتستسلمش. إن شاء الله هي فعلا تكون عند وعدها وتحقق البطولة يوما ما قريبا جدا. طيب عندنا خبر مهم جدا عن بيقول حاجات مهمة جدا. الخبر في زوجة إحدى كبار المليار، يعني بسموهم إيه، المليارديرات، ملياردير من أهم الناس اللي هم عندهم أرقام كبيرة في العالم. زوجته وهم في يعني ثروته أكتر من، مش قادرة أقول الرقم، 115 مليار دولار. الست دي اشتكت أثناء وجودها في مخيم صيفي. المخيم الصيفي ده لمين؟ للأثرياء والمشاهير. اشتكت من إيه وهي يعني ده حاجة للأثرياء؟ إن فنجان القهوة ب4 دولار. يعني القصة مش قصة إن أنا عشان غني فأنت تستغليني، لأ، القصة لازم إن إحنا يعني التجار والناس اللي بيبيعوا لنا الحاجات دي يراجعوا نفسهم كتير جدا. هي قالت ان تمنه ممكن يجيب لها رطل او يعني كيلو قهوة في اي مكان تاني. طيب بحديث السوشيال ميديا عن ارتفاع الاسعار في الساحل اللي سموه الساحل الشرير، ده الشر والخير، ده بشر، دي تصرفات، مفيش حاجة اسمها ساحل طيب وساحل شرير، في ناس شريرة وناس طيبة، في تصرفات شريرة وتصرفات طيبة، ومش معنى إن أنا غني أو حتى ملياردير يبقى حد بيستغلني أو بيستحل فلوسي بدون داعي، ده مش بخل. في ناس قالت إنها بخيلة وإزاي، هي ممكن تطلع تدي كده هي لأي حد موجود في المطعم أو لأي حد من الناس اللي هي بتشوف إن هم يستحقوا إن هم ياخدوا، إحنا بنسميها بقى إكرامية، بنسميها أي مسمى، ممكن تطلع 100 دولار بمزاجها، هي عايزة تدي لده 100 دولار، لكن مش إن يبقى مفروض عليا إن أنا علشان في حاجة مصنفة إنها للأغنياء إن أنا أدفع فلوس وإن أنا أستغل وإن الحاجات تبقى غالية زي ما بيحصل في الساحل الشمالي. بمناسبة الساحل الشمالي، في إشاعات طلعت على نجمنا الكبير هاني رمزي. هاني رمزي في الساحل وفي مصر، وهو وعيلته من الناس الرائعين في كل المجالات، يعني هم عيلة بجد مشرفة لمصر. لكن هو ليه ان انت بتطلع اشاعة عن حد لمجرد ان هو كان موجود في امريكا مثلا؟ ليه يعني نقول ان هو هاجر؟ احنا في عصر الهبد الفتي، اي كلام الا دقة الا اي شيء، مفيش لا دقة ولا قيم ولا حاجات كتيرة جدا، يعني بقينا كأننا يعني كده من ورق، وورق مش فاخر، يعني ورق رخيص. فيعني ليه الناس طول الوقت بتلاقي أي موضوع علشان تألف موضوع؟ هي مش بتكبر موضوع، هو ده تأليف، يعني ده ملوش علاقة أصلا بالدقة، ملوش علاقة بالواقع. هاني قال ان هو في الساحل وموجود في مصر وما هاجرش، وايه يعني ليه
اي حد، سيبنا من اللي بيطلع الاشاعات، ليه اي حد بيصدق اي حاجه بتتقال على السوشيال ميديا؟ يا جماعه ما تصدقوش اي شيء بتقروه على السوشيال ميديا، ما تصدقوش. ما ينفعش تشير، ما ينفعش تصدق، وما ينفعش تكتب تعليقات اغلبها مش انساني واغلبها مش طبيعي. فاحنا معانا فنانة الجميل هاني رمزي من الساحل، يحيينا. مساء الفل. اهلا يا سهير، ازاي حضرتك؟ ازيك يا هاني؟ ودايما في مصر ودايما منور ودايما في احلى صحه وخير. يا رب يخليك يا رب. انا مش عارف يعني اللي بيحصل ده اساسه ايه ولا اي حاجه، يعني هم كذبوا كذبه كده. وانا دايما اقول طب ده مثلا لو حبيت تكذب كذبه اكذبها على اساس معين الناس تصدقه. يبقى في منطق. لكن الحقيقه كذب وكذبه فيها افتراء وليس لها اي اساس. ولمجرد ان الدكتور خالد منتصر كتب تويته قال ان انا قابل الفنان هاني رمزي، ده لسه في شهر 9 اعتقد حاجه كده، ده في شهر 9 ايفنت. ده لازم الناس كمان تبقى فاهمة، احنا بنسافر دول كتيرة جدا لعملية التواصل ما بين المصريين داخل مصر وما بين خارج مصر. والحقيقة معرفش طلع اساس على اي اساس ان انا هجرت من 3 سنين، واخد بالك؟ كمان من 3 سنين وانت موجود، انت كنت لسه بتشوف مسرحية في القومي بالظبط لداليا البحيري اللي رأى لا، واتقال ان انا هجرت انا واخواتي، يعني انا مش فاهم يعني ايه. وبعدين اتقال ان بعد ما شاركنا في 30/6 سيبنا مصر وهجرنا واختفاء قسري ومش قسري كمان اختفاء قسري. ايه الكلام الفاضي ده؟ على اي اساس؟ انا مش فاهم هو بنوا الكلام على اي اساس. وبعدين انتشر الخبر بشكل، انا الحقيقه الحق يقال انا ما بتفرجش عليهم خالص، ما عنديش اي استعداد اتفرج على ناس تثير بلبله ولا تثير احباط الناس في مثلا في ازمات بتمر عليها البلد، او ان احنا يعني نروج ان بلدنا دي بقت يعني في الحضيض والحاجات دي كلها. مصر محيره، مصر محفوظه ولن ان شاء الله الجميع. اكيد يعني. اكيد اكيد. طب الحرب مش على مصر بس، على مصر وعلى المصريين كمان. يعني المساله اصبحت بيجيبوا سيره الناس بالباطل، وانا مش فاهم على اي اساس ده بيحصل. عموما انا كل اللي اقدر اقوله الباطل لا ياتي منه الا باطل. فيعني من صدقش شيء ومن شيرش حاجه ومن علقش ونتفاعل على ان شيء هو حقيقي. بس انت فين بقى؟ احنا بقالنا كتير مش موجود في السينما. يمكن عملت مسرح لكن مش موجود في السينما، مش موجود في التلفزيون. انت فين؟ والله انا عملت مسرح السنه اللي فاتت، عملت مسرح السنه اللي فاتت وعملت مسلسلين، وحاليا انا بعد نفسي للسنه الجديده باعمال فنيه لازم تاخد وقتها علشان يعني نطلع حاجه تليق بالمتلقي او بالمشاهد يعني. والحمد لله عندي مشاريع فنيه كويسه، وانا موجود في مصر ومش هسيب مصر، ومصر دي هي اللي عملت هاني رمزي، فمش معقوله بعد ما تعمل هاني رمزي يسيب مصر ويسيبها يعني. يعني ده كلام مش طبيعي. بس احب اوضح للناس من خلال البرنامج عندك يا مدام سهير ان احنا الموضوع ده كله له شقين. الشق الاولاني ان هاني اختفى قسريا، وده طبعا غير حقيقي على الاطلاق. الشق الثاني ان اللي فهمناه يعني من الكلام ان المهاجرين دول خانوا بلدهم وطلعوا بره وانها سبه يعني. لا، مش كل المهاجرين عاملين زيك يعني، هربانين مش مهاجرين. والمهاجرين دول ثروه قوميه في مصر، ودول لا هم سفراء لمصر بره يعني، احسن صوره لمصر. والعائد اللي بيجي من تحويلاتهم ما ده دخل لمصر وبيساعدوا مصر، واحنا بنقابل العظماء خارج مصر قلبهم على مصر وقلبهم على بلدهم واحساسهم بمصر
وبأزماتها أكتر كمان بكتير يعني. اللي عايشين بره عندهم حب وحنين وإخلاص ومدركين لقيمة مصر أكتر من اللي موجودين جواها، وده طبيعي يعني. إحنا ما بنبقاش مدركين قيمة الشيء إلا وإحنا بعيد أو إحنا مفتقدين. صح، الحنين للوطن والاشتياق والغربة بتخلي الناس متعلقة بمصر أكتر. أكيد. طب أنت في الساحل ووصف الساحل الشرير والأسعار عندك والكلام على فكرة الاستغلال والأسعار الغالية، أنت بتشوف إن في استغلال، بتشوف إن في أسعار غالية، ولا ده طبيعي، ولا بتشوفها إزاي؟ لا مش طبيعي طبعا يعني. هنا الحكاية بتبقى الدبل والتريبل وأسعار كتيرة غالية جدا، لأن ما أعرفش التجار يعني بيحطوا اسعار فيها خبلان يعني. يعني انا طلبت اوردر امبارح لقيت الدليفري بيحاسبني دليفري بس 60 جنيه التوصيله لوحدها 60 توصيله، وتصدقيني لو قلت لك في نفس الشارع فقلت ايه هو ايه اللي ب 60 جنيه ده، هي الدنيا ليه عملت كده فجاه يعني. ده غير طبعا الاكراميات يعني، بس هي المساله في حته ال 60 جنيه دليفري، وصدقيني في نفس الشارع يعني. انا اندهشت، هو ايه الارقام الغريبه ديت يعني. ده يعني جشع تجار يعني، مش اكتر من كده. لكن هنا الناس مبسوطه والجو حلو قوي، والشواطئ جميله وفوق بعضيها، والسياحه واضح انها يعني راجعة بقوة. في ناس كتير من الدول العربية موجودين في الساحل جدا. وده شيء كويس، بس برضو لازم مراعاة ان ما ينفعش يبقى فيه أسعار للمصريين وأسعار للعرب، دي حاجة بتأثر في نفسيتهم جدا. لازم يبقى فيه مراعاة لكل الناس، ان ما ينفعش المغالاة في الأسعار دي، يعني شيء غير منطقي بالمرة. الأسعار في العالم بتزيد بس مش بالطريقة دي، ويعني مش استغلال ان انت في بالساحل فانت بتصيف فانت خلاص بيعتبروك ساحل حرب. السوشيال ميديا الناس اللي دمها خفيف قالوا لك احنا عايزين نروح نصيف على نفقة الدولة. بمناسبة ان الاسعار يعني عالية وغير منطقية وغير مبررة وغير يعني طبيعية يعني، فده فعلا صعب. فنتمنى ان يكون الناس، لا انا عايز اقول لك على حاجة. مثلا العلمين الجديدة الشط بتاعها للجميع للجميع، الاسعار فيها معقوله جدا. طب كويس. الدنيا لا متسيطر عليها بصراحه، وفي منتهى الجمال والروعه. انا انتوا لازم تشوفوا العلمين الجديده دي عامله ازاي، ده خيال، حاجه في منتهى الجمال بجد. والشط ايه اكتر شيء استوقفك في العلمين الجديده؟ هي اصلها مدينه اتعملت بمقاييس عالمية. النظام فيها والخدمات فيها فوق الوصف. أنا حتى أنا بقول فعلا الدولة خلت الخدمات كلها في مسألة الترفيه في الساحل عظيمة. الكل بيسعى وبيتفانى إن أي واحد جاي يصيف جوه مصر سواء من مصر أو من خارج مصر يستمتع، والكل فعلا بيتفانى في ان فعلا الكل لازم يرجع بانطباع ان فعلا ده احلى مصيف في العالم، ودي حقيقه فعلا. فلما تروح العلمين الجديده اولا تعالي بص شوفي شكل المباني عامل ازاي، الشوارع عامله ازاي، الفنادق عامله ازاي، الشواطئ عامله ازاي، ايه الجمال ده؟ احنا لفينا العالم تقريبا يعني، لكن ما شفناش بالجمال ده. فنقدر نقول للناس لا تعالوا انتم مطمنين، العلمين الجديده طبعا عبقريه جميله، مدن ساحليه طالعه في منتهى الجمال. فعلا الساحل الشمالي بقى احلى مكان في الصيف يعني. وبعدين هو اكتشف من سنين وكله ابتدى يسمع بقى، فالسنه دي واضح انها لان الساحل فعلا فوق بعضه. السنة اللي فاتت الساحل ترند طول الوقت، فعشان كده كان هو سبب في السياحة اللي موجودة دلوقتي خاصة من الدول العربية. وشهادة حضرتك للعالمين دعوة لأن الناس تروح تكتشف هذا المكان الرائع بكل تفاصيل. فيها مهرجان مهرجان العالمين، حفلات وسهر ورياضة واكتيفيتيز ويعني كم حاجات خيالية موجودة دلوقتي. الناس يعني لو كل يوم هيعملوا حاجة ولا مش الأيام مش هتكفي.
بنتمنى لك لحظات سعيدة وأيام جميلة في الساحل وفي الحياة عموما. بنتمنى لكل الناس اللي في الساحل لحظات سعيدة يا رب إن شاء الله، من غير أسعار مبالغ فيها، وعايزين ومن غير إشاعات، ومن غير إشاعات طبعا، واختفاء قصري أهم حاجة، الاختفاء القصري ده مضحك جدا، كوميدي يعني، مات المنطق وانتحر. لكن احنا عندنا وعد إن انت هتنورنا، فأنا منتظرة هذا الوعد. شرف والسعادة لي ان شاء الله. ان شاء الله شرف ليا طبعا، ربنا يخليك. اتمنى ده يعني ان شاء الله قريب نلتقي يعني. كل الشكر وكل الامتنان وكل الامنيات الحلوه ليك هاني رمزي، بنشكرك. وهاني رمزي موجود وجميل ومصري 100%، وكل عيلته، ويعني لا تصدقوا الشائعات والاشاعات والكلام اللي ما فيهوش اي منطق. من الحاجات اللي ما فيهاش منطق برضو اشاعات، واحنا نحب ان احنا نوضحها، فكره تتقال ان في تساقط من احجار هرم سنفرو. الاخبار بقى على السوشيال ميديا ان تساقط الحجر من الهرم المنحني بضع شهور سنفرو، يعني السوشيال ميديا والناس بتصدق. هي المشكله ان اي حد بيقول اي حاجه، بيشير اي حاجه، المشكله مش فيه، المشكله في احنا اللي بنصدق، ما بنتقصاش الدقه ولا الحقيقه ولا بنشك. يعني خلونا نتعامل مع اللي بيطلع على السوشيال ميديا، كل اللي بيطلع على السوشيال ميديا كذب حتى يثبت صدقه. يثبت صدقه ده بقى محتاج ان احنا نبقى بندور بدقه لو حاجه احنا مهتمين بيها يعني، ونتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الكذب. فلازم يعني احنا كمتلقين على السوشيال ميديا هو اللي يكون عندنا هذا الوعي. وزاره السياحه والاثار عملت بيان على صفحتها اكدت ان الهرم آمن، وإن زيارته بتتم بشكل طبيعي جدا، وإن العمليات اللي فيه ما فيهاش أي شيء يقول إن يعني أو يدي أي فرصة للإشاعات اللي طلعت على السوشيال ميديا. فإذا من 2014 الجزء اللي السوشيال ميديا بيتكلموا عليه هو موجود، وكان يمكن بيرمموا فيه حاجة من 2014 زي ما احنا شايفين الصورة معانا. فكل الكلام اللي على السوشيال ميديا لا أساس له من الصحة، لأن شكله المنحني ده هو مش ناتج عن أي تساقط، ولكن دي طريقة بنائه، هو مبني بالطريقة دي وبالزاوية المايلة دي من البداية. احنا عندنا خبر مهم عن مهرجان القاهرة السينمائي. مهرجان القاهرة السينمائي بيمنح النجم أحمد عز جايزة فاتن حمامة للتميز، طبعا الدورة اللي جاية الدورة 45، كمان بيكرموا المخرج الكبير يسري نصر الله. علشان نعرف التفاصيل الدقيقة بحثا عن الدقة، مش نحن بنقول أي شيء غير دقيق، فمعنا مداخلة مع رئيس المدير عام المهرجان المخرج الكبير أمير رمسيس. مساء الخير أستاذ أمير. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. احكي لنا بقى المهرجان، يعني حلو جدا فكرة الفعل الاستباقي من قبل المهرجان والترتيبات والتحضيرات طول الوقت، وإن يبقى الدنيا واضحة والخريطة واضحة من دلوقتي، دي حاجة يعني نمتن ليها ونتمنى إنها تكون موجودة دايما في كل أعمالنا الفنية. فحضرتك احكي لنا بقى الخطط اللي انتوا اتفقتوا عليها والقرارات اللي طلعتوها. هو الحقيقه احنا يعني ككل عام، هو مهرجان القاهره ده جرت العاده ان هو يبقى فيه ثلاث تكريمات اساسيه، جائزه الهرم الذهبي او جائزه الكارير اتشيفمنت اوورد او انجاز العمر لفنان او صانع سينما مصري سواء امام او خلف الكاميرا منذ بداية العام، واحنا في اتفاق ما بين إدارة المهرجان وما بين اللجنة الاستشارية على أن المخرج الكبير يسري نصر الله هو أقدر من يحصل عليها هذا العام. طبعا يعني صعب نتكلم أو نلخص منجز أستاذ يسري، بس هو يعني يمكن المخرج المصري الوحيد اللي له تواجد مستمر بكل أعماله في المهرجانات الكبرى زي كان، زي برلين قبلها، لوكارنو، مخرج المصري من القلائل اللي شاركوا حتى في لجنه التحكيم وتولى رئاسه لجنه تحكيم المسابقه القصيره المهرجان كان العام الماضي. فاعتقد هو اسم طبعا يستحق التكريم ده، ويمكن في رايي متاخر كمان.
الجائزة التانية أو جائزة فاتن حمامة، جائزة التميز، هي جائزة العادة أن تمنح لفنان في منتصف الطريق، يعني قدم الكثير للسينما ولا زال لديه الكثير، يعني مسميه جائزة ميد كاري أو جائزة منتصف الطريق يعني. وإحنا شفنا السنة دي إن الفنان أحمد عز من الفنانين الحقيقة المجتهدين جدا الأوفياء للسينما من بدايته، اللي يمكن تركيزه على السينما أكتر من الوسائط الأخرى دايما، بذل مجهود كبير جدا في ان هو يمكن يعمل انواع سينمائيه خلينا نقول ان هي بره فكره البوكس اوفيس التقليدي من يمكن وقت ملاكي اسكندريه او عوده السينما السينما التجاريه وخروجها عن نمط بس للافلام الكوميدي اللي هي كانت الحاجه الوحيده او الرهان الناجح للمنتجين في وقتها بشكل اكسكلوسيف يعني. فيمكن مغامرته مع ساندرا نشأت في ملاكي اسكندريه واكثر من عمل بعديها مع مخرجين اخرين، هو يمكن يكون فتح الباب امام جانرا سينمائيه اخرى بحس المغامره ده. والحقيقه شفنا ان هو جدير بهذا التشجيع السنه دي لانه من اكثر فنانين جيله تميزا يعني. وتبقى الجائزه الثالثه اللي هيتم اعلان عنها قريبا للمكرم الدولي، يعني جائزه الهرم الذهبي اللي بتمنح فنان دولي ذو قيمة عالمية، اللي هي السنة اللي فاتت منحت للمخرج الكبير بلاتار، والسنة دي هيكون في برضه إن شاء الله مفاجأة فيها قريبا هتعلن عنها يعني. طب بمناسبة النجوم اللي بيجوا المهرجان، هل في اتفاقات حصلت مع مين النجوم اللي هيجوا الدورة الجاية؟ لازلنا في مرحلة الاتفاق طبعا، يمكن يكون بدري شوية إن احنا يبقى عندنا تأكيدات دلوقتي، بس في مخاطبات بتحصل. طبعا احنا عندنا سياسه انا واستاذ حسين من السنه اللي فاتت، واعتقد يعني يمكن مهرجان القاهره مستمر فيها من زمان باستثناء دورات قليله جدا ونادره في تاريخ المهرجان، بس يعني احنا شايفين ان مهرجان القاهره مختلف عن المهرجانات الاخرى المحيطه في المنطقه يعني سواء في مصر او في الشرق الاوسط، لان احنا في الاخر مهرجان مصنف من الفئه الف من قبل الاتحاد الدولي للمنتجين، احنا واحد من 14 مهرجان في العالم مصنف في هذه الفئه. فاحنا الحقيقه يعني عندنا تعمد وسياسه ان في عدم دفع مقابل مادي لظهور النجوم في المهرجان، النجوم الدوليين يعني، قررنا ان احنا لن نجرف في رهان بعض المهرجانات الاخرى في ان يعني ان يبقى ظهور الفنان الدولي رهن مبلغ مالي يتقاضى للظهور على السجاده الحمراء. احنا اولا الفنانين الدوليين هم بيجوا عندنا عشان يشاركوا سواء من خلال الماستر كلاسز او الندوات، وبيجوا ايمانا باهميه المهرجان يعني. اعتقد مع كم الممثلين الفنانين اللي كانوا موجودين عندنا السنه اللي فاتت زي ماسيو كاسوفيت زي بوليجي اودو وغيرهم، اعتقد ان يعني في الاخر هي دي السياسه اللي احنا مكملين عليها. والحقيقه شايفين حماس كمان بعض الاسامي اللي بنتواصل معاها حاليا، ودي يمكن نقدر نعلن عنها قريب بعد تاكيدها يعني. بس في مستهدفين نجوم حاطينهم في الخطه ان انتوا اكيد تبتدوا اكيد تتكلموا معاهم؟ احنا اوريدي في مرحله تفاوض، يمكن مهرجان حجم القاهره واسامي نجوم بالحجم الكبير ده لازم يبقى امنياتك مين يتم الاتفاق معاه ويجي القاهره؟ مين يعني في احلامك وامنياتك؟ خلينا ناجل ده بعيدا عن الاحلام، يعني الاحلام كتير قوي، بس خلينا يعني نقول ان يمكن قريب خلال شهر شهر ونص نقدر نعلن عن حقائق وليست احلام. طيب الحاجة الكلام كان فيها الفترة اللي فاتت ان علاء ولي الدين طرح اسمه لتكريمه وان ما تمش الاتفاق على تكريمه، ايه الحقيقة والدقة في القصة دي؟ لا هي حقيقة يعني تخلو من الدقة، واحنا خلال الشهور اللي فاتت الحقيقة يعني كان في مطالبات كده بتكريم أكثر من يمكن 15 اسم، احنا كل أسبوع حد يعني بيظهر بيقول طب ما نكرم فلان طب ما نكرم فلان، الحقيقة يعني دون النظر للقواعد ولوائح المهرجان نفسها يعني. أعتقد يمكن الموجة بدأت من مايو، وفي الآخر المهرجان له سياسة ولو توجه ولو تخطيط مسبق بيحصل من أول سنة في مين هيتكرم يعني. عارف إن بعض المهرجانات المصرية بتقيم التكريم بشكل احتفائي كده أو عشان يعني يبقى في زي ما بيقولوا باللغة الدارجة يعني يبقى في أخذ لقطة ما، بس إحنا في الآخر مهرجان القاهرة يعني لوائحه والتكريمات الثلاثة اللي موجودة فيه هي تكريمات
لا تشمل تكملات الحليب، قد تكون موجودة في مهرجانات أخرى، بس يعني في الآخر إحنا التكريم عندنا هو جزء من يعني تشجيع فنان في مسيرته، وليس إحياء لذكرى فنان. عندنا جوائز بأسامي فنانين راحلين كبار، بس حتى الجوائز دي مكتمله، احنا كل الجوائز فادي عندها مسمياتها. يعني طبعا علاء فنان كان جميل جدا، ويعني اتمنى ان هو يتم تكريمه من مهرجان، بس مهرجان تبقى لوائحه تحتوي على يعني على بند التكريم ده. لوائح المهرجان بتكرم الناس الأحياء مش يعني اللي راحلين. هي دي الجوائز الثلاثة اللي موجودة للتكريمات، يعني ما فيش يعني لم يكرم، عادة لم يكرم مهرجان القاهرة إن لم أكن مخطئا، ما أعرفش السبعينات والثمانينات، بس يعني من التسعينات لم يكرم مهرجان القاهرة فنان رحل، يعني طب مش هل تقليلا من قيمته، هل بس هو مش جزء من من هل مش فكرة. مش ما فيش وارد ان انتوا تحطوا ده في شكل جديد، ان يبقى في عندنا تكريم لحد من راحلين بالإضافة للشكل المتفق عليه لشكل المهرجان؟ يعني اظن ان في الاخر خلينا نقول ان في لوائح احنا يعني توارثناها من يعني من اجيال قبلنا عملت المهرجان، ما اعتقدش ان في مساحه لتغييرها على الاقل السنه دي، يعني كمان لان احنا مهرجان لوائحه دايما بتبقى تحت اشراف الفئه، فاحنا بنقدم لائحه كل سنه مع بدايه العام. يعني بس كمان خلينا نقول ان في العالم كله يعني ممكن في وقت يتم تذكر فنان في مهرجان، بس كلمة تكريم دي يعني يعني في كان، في فينيس، في برلين، في المهرجانات كلها التكريم دايما هو جزء من يعني خطوة تشجيعية فنان متواجد، يعني ودايما هي مربوطه، كمان احنا في مصر دايما بنربطها بالوسام او بالنشان، يعني ودي ظاهره مخله بالنسبه لي، يعني فكره ان احنا يعني بنحط ليبل بس ان احنا كرمنا فنان ده، بس هي في الحقيقه في العالم كله بنشوف لما بنكرم فنان ده جزء من اعاده احياء مشوار، اعاده عمل ماستر كلاسز معاه او مناقشات معاه في المهرجان. يعني حتى لما بنتكلم عن المكرمين اللي بنتكلم عنهم النهارده، هم مش هي يعني هم مش مكرمين، لان هم بس هيطلعوا يستلموا تروفي يوم الافتتاح، هم هيبقوا مشاركين، هيبقوا موجودين في الماستر كلاسز الخاصه بيهم، طيب هيحصل مناقشه يعني في احتكاك بيحصل، وده السياسه اللي بيعملها كان وبرلين وفينيس. فيعني اعتقد ان احنا يعني ممكن بنتمنى ان حضرتك تكون موجود معنا في البرنامج ونعمل حوار نتكلم فيه على التفاصيل، ونتكلم فيه كمان عن حضرتك، عشان يعني ناس كتير محتاجة تعرف حاجات كتير عنك، مخرج مهم من المخرجين المهمين في مصر. يشرفني طبعا، يشرفني دايما، نشكرك جدا، وفي شكرا انتظارك جزيلا. قريبا جدا مخرجنا الجميل الأستاذ أمير رمسيس. احنا عندنا حلقة مهمة جدا وفيها موضوع شائك جدا، حساس جدا، مرعب لناس كتير، هنناقشه مع دكتور نبيل والكاتب الكبير محمد فتحي، لانه عامل قصة اسمها مش طبيعي، فكرة التصدير التطبيع مع المختلف او مع المثلية، او احنا حقنا ان احنا نقول لولادنا ولا ما نقولش، ونتعامل ازاي مع اولادنا وهم شايفين المعروض قدامهم. العالم كله بيحاول ان هو يخلينا نتعامل او نطبع مع المختلف، نحترمه، ننبذه ناس اراء مختلفه، يعني اراء تقول انا بحترم ده وبحترم ده، واراء تقول انا برفض ده تماما، وفي ناس غاضبة جدا وناس عندها فزع كبير جدا جدا. موضوع مهم جدا، هنشوفكم بعد الفاصل. التالي شيء غير طبيعي، كيف نحصن الأطفال في مواجهة أفكار المثلية الجنسية؟
أو الانجذاب لنفس الجنس من أكثر القضايا حساسية ومن أكبر التحديات التي فرضت نفسها علينا في السنوات الأخيرة، خاصة أن وضعها تحت بند الحريات يدخل بنا في مناطق جدلية بين مؤيد ورافض. وعندما يتعلق الأمر بالأطفال يصبح المشهد جريمة كارثية، فهذه الأفكار أصبحت تطاردهم في الكرتون وعلى هواتفهم المحمولة مروجة للأمر كأنه أمر طبيعي، وهي حالة يصعب على الأطفال استيعابها، خصوصاً أنهم في مرحلة التكوين وكل ما يشاهدونه يعتبرونه حقيقة. ومن أجل هؤلاء ألف الأكاديمي والإعلامي الدكتور محمد فتحي قصة شيء غير طبيعي للأطفال لمواجهة دعوات تطبيع هذا الانجذاب كأول عمل من نوعه في العالم العربي يقتحم هذه المنطقة الشائكة. فكيف يمكن مناقشة تلك القضايا الحساسة مع الأطفال؟ وهل نحتاج إلى مزيد من القصص والتفاعليات؟ ومن جد تحية مرة تانية لكل مشاهدين. موضوع صعب جدا في ظل ترويج عالمي للمثلية، ان الناس تتطبع، الناس تحترم المختلف. في ناس شايفة ان ده شيء مزعج جدا ومرفوض جدا، وفي ناس شايفة انه مش بالانزعاج وبالرفض وبالطرق اللي احنا ممكن نعملها هو ده اللي احنا نحمي في أطفالنا. إزاي بقى نحمي خصوصية الأطفال، وخاصة إن في إعلانات دلوقتي وألعاب فيديو وأفلام كرتون وكتب أطفال، كل الحاجات دي محتواها بيدعم المثلية، وعالم الأطفال أو عالم المثليين بقى موجود وناس كتير بتتباهى بيه. القصة مش اعتراضات مصرية عربية، لا، القصة ان في مظاهرات وفي احتجاجات يمكن في بريطانيا في امريكا قدام بعض المدارس اللي بتصمم تعرف الاطفال على المحتوى ده. قصة مش قصة دين اسلامي بس، هي القصة قصة رفض من كل الاديان، او في ناس ممكن ملهمش دين ورافضين الفكرة، لكن فكرة قبول الاختلاف هي اللي المفروض ان احنا نعرفها للاطفال، ولا ان احنا يبقى فيه فهم ووعي، ولا ان احنا يبقى فيه عندهم حريه في تحديد الهويه، ولا ان انا اعمل ايه؟ يعني حاجات كتيره جدا شائكه واسئله كتيره. ايه المناسب في مرحله الطفوله ان هو يعرفه حتى لو كان جزء من العلم؟ هو المفروض نقول له ايه؟ المفروض نتعامل معاه ازاي؟ هل نناقشه في الافكار؟ هل امتى يبقى مناسب ان انا اناقشهم؟ المناقشه اصلا كويسه لصحتهم النفسيه ولا لا؟ اسئله كتيره جدا جدا عايزين نعرفها من ضيوفنا النهاردة. وفي المقابل عايزين نعرف أو نقول على ظاهرة اللي بيسموها الهوموفوبيا، يعني الفزع من المثلية، إزاي يحصل التعامل معها، إزاي إحنا كأسر نتفادى أخطاء التعامل مع الأطفال، أطفال شافوا هذا المحتوى، إيه التعامل الصحيح؟ وهل مرور الأفكار دي خطر على هوية الأطفال الجنسية؟ وإيه اللي ممكن يكون خطر فعلاً على سلامة الأطفال؟ ومنورنا النهاردة زميلنا الكاتب الكبير دكتور محمد فتحي، وعامل قصة شيء غير طبيعي بيتكلم فيها، هنسمع منه هو إيه الحاجات اللي عملها علشان يفهم الأطفال إيه الشيء الغير طبيعي. وطبعا صاحب البيت كل يوم حد الدكتور نبيل القط، أهلا بك. أهلا بك. تسمح لنا أن احنا نبتدي من عند الدكتور محمد فتحي، وإزاي أنا من خلال قصة زي كده أعمل محتوى للطفل بحيث أنه هو يبقى عنده وعي؟ هل حضرتك قصد ان هو يبقى عنده وعي بحيث ان هو يبقى عنده الحريه ان هو يرفض المختلف او يقبله، ولا انت تقصد ان احنا عايزين نقفل عليه هذا الباب؟ اولا بشكر حضرتك على الاستضافه، وبشكر دكتور نبيل، وخليني ابدا لحضرتك من الاول، احنا ليه كتبنا القصه دي، او ليه كتبت تصديت لهذه القصه تحديدا؟ هاخد خطوتين ورا كده وهفكر حضرتك والساده المشاهدين
بالإعلان اللي أعلنته ديزني لما قالت إن هي هتوقف أو هتروج للشخصيات المثلية من خلال أفلام الكرتون والأنيميشن اللي هي بتنتجها بنفسها، وده كان على لسان الرئيس التنفيذي لشركة ديزني. فنحن هنا أمام تصريح واضح لا يحتمل اللبس ولا التأويل. ساعتها العالم كله، مش المصريين ولا الأديان بعينها، قلقوا من هذا الموضوع لسبب بسيط جدا، مش بس لأنه هو ضد الأعراف وضد الدين بالنسبة لنا إحنا، لأن بالنسبة له ممكن يكون حاجة يعني عادية جدا، ولكن لأن ده نوع من اللي إحنا ممكن نسميه اعتداء على الوعي. بمعنى إيه اعتداء على الوعي؟ هذا الطفل الصغير اللي هو لا يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ، لما أقدم له حاجة غير طبيعية بوصفها إن هو ده الطبيعي، ولما أستغل كمان الشخصيات التي يحبها ويتابعها عشان أقدم من خلالها أفكاري أنا الشخصية كناس كبار أو كأجندة معينة للناس بتوع الـ LGBT واللوبي بتاع الـ LGBT هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، أنا بعتبر إن ده اعتداء على الوعي. الطفل لا يستطيع التمييز في المراحل العمرية المبكرة بين اللي صح والغلط، بين الطبيعي وغير الطبيعي، فمحاولة تطبيع حاجة مش طبيعية ده كان مرفوض. وبالتالي كنا احنا شايفين الفكرة إن المناقشة بتاعت هذا الأمر يجب أن تكون من هذا المدخل، مدخل الطبيعي ومدخل غير الطبيعي. طيب قد يعني قد يقول البعض يعني إن يا جماعة طب ما ده عندهم مش عندنا، طب ما هو ده حاجة متعلقة بثقافته. والحقيقة إن ده مردود عليه بأكتر من نقطة. النقطة الأولانية إن في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وفي عدد كبير من الدول هناك اعتراضات حقيقية حوالين ترويج هذا المحتوى تحديدا للأطفال، وفي نفس الوقت للأسف الشديد بقى في لوبي بيدخل القصص، هذه القصص للمدارس الأمريكية. هناك فيديوهات منتشرة وموثقة وموجودة كثيرة جدا تظهر إزاي قلق الآباء اللي خرجوا هم كمان في تظاهرات عشان رافضين إن هذا المحتوى يتم تمريره للأطفال، وخصوصا الأطفال اللي تحت ثالثة ابتدائي بالنسبة لهم هم هناك، لأن دولت في مرحلة لا يستطيعون فيها التمييز الحقيقي بين ده. الحاجة الثانية، إحنا بنتكلم عن مشكلة كبيرة ليست لها علاقة بالأديان قوي على قد ما ليها علاقة بحقوق الإنسان. يعني إذا كانوا هم المدخل بتاعهم حقوق إنسان وحريات، وإن هذه الأمور يعني تعتمد على الحريات بشكل أساسي وإن إحنا لازم نحترم الحريات، فالحقيقة إن الإصرار على فرض الأمر ده على الأطفال وإن فرض هذه الأشياء اللي في المحتوى ده اللي بتروج للمثلية على الأطفال تحديدا، ده مش بس مثير للشك، ده مثير للحساسيات الشديدة على مستوى العالم كله. أنا لما أجي للطفل الصغير وأقول له أنت على فكرة في اتنين بابا وعندك اتنين ماما، وده اللي طلع في كتب كثيرة جدا موجودة في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الكتب للأسف الشديد جدا استطاعت أن هي يعني تمر وتصل إلى مصر. طيب هل أنا مثلا بقول أن هم لازم ما يعملوش كده؟ هم لازم يعملوا كده أو ما يعملوش كده، دي حاجة تخصهم فيما له علاقة ببلدهم بمعتقداتهم وهم يخوضوا معاركهم الخاصة بيهم. إنما أول ما الاقي أن المحتوى اللي بيدخل بيتي سواء الكرتون، وفي مسلسلات كرتون كتيرة إحنا تربينا عليها وأفلام كرتون كتيرة إحنا تربينا عليها، سيتم أو تم بالفعل تعديل الشخصيات بتاعتها عشان تبقى شخصيات مثلية. على سبيل المثال بيوتي أند ذا بيست طلعت شخصية مثلية، الطفل اللي بيتفرج عليها مش هياخد باله إن هي مثلية، لكن هياخد باله من إن التصرفات اللي بيعملها والميل الميل الجنسي لذات الجنس كأنه شيء عادي وكأنه شيء طبيعي. ودي الأزمة الكبيرة. وعشان ما طولش، آخر نقطة هي نقطة الاختلاف. هل إحنا كده بنرفض مثلا الاختلاف والمختلفين؟ الحقيقة إن دي برضو بشوفها مدخل غريب شوية، لأن إن أنا أقول إن الاختلاف، أختصر الاختلاف في فكرة إن هو يكون مثلي الجنس أو شاذ جنسيا، أنا بعتبر إن دي محاولة برضو لتطبيع حاجة مش طبيعية. الاختلاف ده ممكن يعني ممكن يكون في اللون، ممكن يكون في الـ في الـ في الدين، ممكن يكون في الافكار، ممكن يكون في اي حاجه، لكن فكره ان انا احترم اختلاف الاخر وهو يصر على فرض اختلافه ده عليا لكي اكون مثله، دي حاجه يعني لا استطيع الا ان انا اصفها بانها شيء غير طبيعي بالمره. طب دكتور نبيل، اللي بيقوله الدكتور محمد فتحي الناس حاسه في الفترة الأخيرة ومستعجبين ليه؟ يعني ليه
انت بتفرض عليا بإلحاح بكل الطرق وبهذا المحتوى، ومعروف ان ده عدوى مش بس للأطفال، للكبار يعني، اي شيء كويس عدوى واي شيء وحش عدوى. فيعني حضرتك تفسيرك للإصرار وفي الفترة الأخيرة بالذات على الإلحاح بكل الطرق. طب وانا هرجع لورا شوية زي دكتور محمد رجع لورا شوية. انا عندي اعتراض على فكرة طبيعي وغير طبيعي. هي التنوع بقى هو اصل دلوقتي في الحياة. يعني حتى مثلا انا وانا بقرا في كتاب الدكتور محمد لقيت لي اب واحد وام واحدة، ومن يقول غير ذلك فهو غير طبيعي. طب ما هو في اطفال لاب من غير ام، وفي اطفال لام من غير اب، بس هو موجود الاب، وفي اطفال بلا اب وام تربوا في الملاجئ، بس دول برضو مش، وفي اطفال مش القاعده برضو. يعني ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ هطلق عليهم غير طبيعي ولا هطلق عليهم طبيعي؟ هطلق عليهم عندهم ظروف خاصه. كان سياق مختلف شويه. طب انا هكمل طبعا. بس طبعا. هكمل بس. فانا بس عندي مشكله في حكايه طبيعي وغير طبيعي، لانه بيدرب الطفل على انه يفكر بشكل ثنائي، اما او الخير والشر، القبيح والجميل، الطيب والشرير، الطبيعي وغير الطبيعي، وبالتالي اي مختلف هيبقى غير طبيعي واي متوافق معاه هيبقى طبيعي. ده واحد. فانا عندي مشكله في الجزئيه دي. الجزئيه الثانيه انه احنا عارفين انه المثليه موجوده في المجتمعات الانسانيه بدرجات تقريبا واحده في المجتمعات الانسانيه، من 1-2% في المجتمع الانساني في اشخاص مثليين. في بعض المجتمعات قبلت وجود المثليين، وفي مجتمعات زي مجتمعنا رفض وجود المثليين، وده حق المجتمع بتاعنا انه يرفض ده من الناحيه الثقافيه ومن الناحيه الدينيه ومن الناحيه القانونيه. ولكن فكره انه مجتمع يفرضها على مجتمع، انا ما اعرفش الفرض جاي منين. طب ما انا ممكن ما اتفرجش على القنوات اللي بتعرض الحاجات ديت، ما اشتريش الكتب اللي بتعرض الحاجات دي. انا مش هقدر اسيطر على ولادي ادرب هنا بقى. هنا بقى السؤال يا مدام سهير، السؤال بقى هنا اعمل ايه مع ولادي في الحالات ديت؟ ولادي بيروحوا المدرسه وبيتعلموا وبيروحوا في مدارس اجنبيه، واحتمال يكون المدرس اللي المدرسه جايباه هو نفسه بالظبط كده مثلي، وانه بيتفرجوا على افلام وبيتفرجوا على مسلسلات، انا اعمل ايه في القصه؟ انا ادرب ولادي ازاي ان هم يتعاملوا مع الحاجات ديت بدون ما يتاثروا بيها او ما يهتزوا بيها او تتخلخل ازاي حاجة. اعمل عندهم مناعه ضد الحاجات دي. اهم حاجه لازم نقولها، بس اهم قاعده لازم نقولها، انه مشاهده المثليه لم يثبت علميا ان مشاهده افلام او قراءه كتب مثليه بتؤدي الى المثليه. ده واحد، عشان بس الاهالي يطمنوا ما يلاقوش من القصه ديت. امال المثليه بتيجي منين؟ العلم بيقول المثليه بتيجي من ثلاث مصادر. المصدر الاول الجينات، المصدر الثاني خبرات الطفوله، المصدر الثالث العلاقه بالاب. دول الثلاث مصادر اللي العلم بيتكلم عنهم. ثلاث مصادر دول يعني انه ايه العلاقه بالاب؟ العلاقه بالاب في بعض الابحاث بتتكلم على انه العلاقه بالاب لما بتكون مضطربه الطفل بيشعر بانجذاب الى نموذج الرجل في حياته، فيتحول الى انه ما يعرفش يتبنى نموذج الاب في حياته او الذكر يعني، فيبتدي يكون جواه انجذاب الى نفس الجنس علشان العلاقه بالاب كانت مضطربه، عشان ما عرفش يعمل. يعني هشرحها اكتر. يعني هو ده قرار ولا ده مصير هو اتولد بيه؟ يعني الجينات مفهومه. لا، الموضوع مش مسار واحد، ده هو خليط من كل العناصر ديت. يعني هو خليط من عناصر الجينات بتشكل حوالي 36%، بقيه العناصر البيئه بتشكل حوالي 52%، والباقي اللي هو العلاقه بالاب. طب ما هو البيئه، هو كل ما اتلقاه بشوف وبقرا وبسمع. لم يذكر في البيئه المواد الثقافيه، عشان بس انا ابقى واضح. لم يذكر في البيئه. طيب دي يعني احنا القصه الالحاح دي بدات من فتره قريبه، بدات عندهم من زمان ودرسوا، بس بدات في العالم من فتره قريبه. اقول لك اللي اقوى من كده، دكتور محمد. طبعا اتعمل دراسات على الاطفال اللي اتربوا في لاباء مثليين او امهات مثليين، واكتشف انه الميول الجنسيه عند هؤلاء الاطفال لا تختلف عن الميول الجنسيه للاطفال اللي اتربوا لاباء غير مثليين. تصوري بقى، احنا هنتخيل انه
الطفل اللي اتربى في بيت مثلي هيبقى مثلي. لا، اكتشفوا انه الميول المثليه هل ده شرط يا دكتور؟ نعم، هل ده شرط؟ انا بقول لك اللي اتعمل. طيب يعني لو تسمح لي، انا بقول لحياتك اللي اتعمل، لو تسمح لي اخد ودي مع حضرتك بس طبعاً في طبعاً بعض النقاط عشان يبقى الحديث بس رايح طبعاً جاي. طبعا حضرتك بتتكلم عن ان الدراسات لم تثبت ان اللي بيشوف او بيطلع على مواد بتروج للمثليه هيطلع مثلي. مظبوط. الحقيقه ان مثل هذه الدراسات بتفتقد لركن مهم جدا في الدراسات العلميه، الا وهي فكره التعميم. هل هم الكلام ده قابل للتعميم ولا لا؟ بمعنى خليني اشرح لحضرتك النقطه. اتفضل. طبعا انا فاهم. بمعنى ان انا لو سلمت ان الكلام ده تمام، يبقى انا هقول ان الفرجه على الافلام الجنسيه مش هتخلي لم تثبت ان الولاد هيقلدوا الجنس اللي بيبقى موجود. الفرجه على التعرض لمحتوى بيخلي الناس تتحرش ببعضها مش لم يثبت علميا ان الناس ممكن تتحرش ببعضها. نفس الخيط ده لو انا مديته على استقامته هيؤدي لحاجات غير صحيحه في الواقع. اوكي، طب خليني اشرح شويه حاجات. طب معلش، خلينا نتكلم على كام نقطه كده يا سهير يا دكتور محمد، ما بين الممارسات الجنسيه والميول الجنسيه والهويه الجنسيه. الحقيقه الممارسات الجنسيه فعلا ممكن تبقى ممارسات الاطفال، وهم في حاجه اسمها لعب الاطفال، العاب العريس وعروسه ودكتور ودكتوره، وتلاقي احيانا طفلين ولاد بيلعبوا مع بعض، ولد وبنت بيلعبوا مع بعض، وده لا يعتبر مثليه جنسيه ولا يعتبر تحول لغايه جنسي. سن كام؟ لا هكمل بس، لا ده لا يؤدي، انا هكمل بس هكمل بس. لكن في حاجه اسمها الميول الجنسيه. الميول الجنسيه هي الانجذاب الجنسي الثابت ناحيه جنس معين، ده اسمه الميل الجنسي. يعني الميل الجنسي يعني شخص يميل الى نفس الجنس، شخص يميل الى جنس مختلف، شخص يميل الى كل الاجناس. هذا الميل الجنسي اللي احنا بنسميه الميل الجنسي، ده الميل الجنسي الثابت المستقر، مش العشوائي، مش انه شخص بيغلط غلطه وبعدين يستغفر ربنا ويقول انا غلطت وانا، ويتدرب او امه تشوفه فتقول له يا ابني عيب ما يصحش، ربنا هيغضب عليك، فيتراجع فيلم نفسه. هنا احنا بنتكلم على الميل الجنسي، والميل الجنسي لا يؤدي بالضروره الى ممارسات جنسيه، عشان بس ابقى واضح. يعني بعض الاشخاص عندهم ميول جنسيه مثليه زي الميول الجنسيه الغيريه، ولكنهم لا يمارسونها خوفا من ربنا او خوفا من الاخلاق او خوفا من الضمير الى اخره. فالميل الجنسي ليس بالضروره يؤدي الى سلوك جنسي. الحاجه الثالثه اللي هي الهويه الجنسيه. الهويه الجنسيه الحقيقه موضوع مختلف تماما. الهويه الجنسيه هي ان اعتقد انني امراه او اعتقد انني رجل. ده موضوع مختلف عن يعني كوني اشوف حد او اشوف مشاهد او كذا لن يؤدي بي لا الى الميول الجنسيه الثابته ولا الى الهويه الجنسيه الثابته. ممكن يعمل الدكتور محمد بول عليه، ممكن طفل يشوف واحد ولد بيبوس ولد في التلفزيون فيروح يعمل زيه مع زميله. طب ما دي مش دي البدايه؟ لا مش دي البدايه، بس ممكن ده زي ما هيشوف، ده زي ما هيشوف ولد بيبوس بنت هيبوس زميلته. ده مش البداية، البداية موجودة من قبل كده زي ما قلنا، في الجينات، في خبرات الطفولة، في العلاقة بالأب. دول الثلاث مصادر الرئيسيين اللي احنا عارفينهم على الأقل. طيب حتى الآن لو هي العلاقة بالأب، ليه البنات برضو فيهم بنتكلم على مثلية جنسية؟ الحقيقة ما عنديش إجابة، بس ممكن ندور فيها. احتمال العلاقة بالأم، ممكن لو العلاقة بالأم تكون مضطربة فالبنت ما عرفتش تعمل توحد بأمها ف طورت جواها هوية مثلية، ما أقصد ميول مثلية، ممكن. يعني الحقيقة هو ما عنديش إجابة علمية لكن لو احنا بنقيس بالقياس يعني ممكن نقول. طب أنا عندي نقطة هنا دكتور، لكن ما أقدرش أقول إن أنا عندي إجابة يعني علمية. أحب إن احنا نفضل الشبكة يا أستاذة سوير بعد إذن حضرتك. هو احنا بنتكلم على سن كام؟ يعني احنا بنتكلم على الكتاب اللي كتبته هو ما دون السادسة، يعني أو عفوا ما فوق السادسة، ما فوق السادسة من العمر. ما دون السادسة هم اللي حضرتك بتشير اليهم ان هم ممكن يلعبوا دكتور ودكتوره، عريس وعروسه، هذا الكلام بالنسبه لهم لا يستطيعون تمييزه فبيتعاملوا معاه بخيالهم، خيالهم المجرد الذي لم تلوثه الحياه بعد، وهم بالنسبه لهم المفاهيم كل المفاهيم، ودكتور نبيل استاذنا في ده مجرده، يعني اللي هو صحيح. دكتور نبيل برضو كان بيتكلم فيه ان احنا ما ينفعش نقول لهم ان ده خير بس وده شر بس، بس هو بالحقيقه بالنسبه لهم ان الخير مطلق، ولو حبك هيعتبرك خير بكل ما صحيح. تفعله حتى صحيح. لو كان ما تفعله خطا صحيح. ولو كرهك هيعتبرك شر مطلق وشيطان حتى لو كان كل اللي بتفعله هو الصح.
فاذا احنا النقطه بتاعه ان انا ما اقدرش اقول للاطفال يعملوا ايه وما يعملوش ايه، انا مختلف شويه مع حضرتك فيها، وهروح لمنطقه ثانيه. انا ما قلتش كده. طيب. لا لازم اقول للاطفال يعملوا ايه ما يعملوش ايه، بس هقول لحضرتك حاجه عشان اكمل، بس الناس تكون فهمتني كده. انا لازم نقول للاطفال يعملوا ايه وما يعملوش ايه؟ طبعا لازم نقول. المناعه اللي اتكلمت عنها الاستاذ سهير، الاستاذه سهير اتكلمت عن المناعه اللي ممكن نعملها عند ولادنا عشان ما يعرفوش. حضرتك احنا مثلا لما بنيجي نتكلم في موضوع شائك زي الشذوذ، مش الشذوذ الجنسي بقى دلوقتي، نتكلم عن التحرش الجنسي، بنعلم الاطفال كده في سن معين ان هناك مناطق في جسمك اسمها المناطق الخاصه. مظبوط. ما ينفعش لا حد يبص لها ولا حد يلمسها ولا حد ولا حد الا مثلا بابا وماما، لان هم في المرحله دي، او في مرحله من اخرى من المراحل الدكتور الطبيب اللي انت بتروح له مش اي طبيب، ولازم يكون برضو في وجود بابا وماما لغايه سن معين. انا ليه بعلمه الكلام ده؟ انا بعلمه الكلام ده عشان المناعه اللي حضرتك بتقولها. طيب هو بعد سن معين، بعد سن ال14 وال15 وال16 جت عنده الميول اللي حضرتك بتقولها دي، هو هنا نضج للدرجة الكافية للتمييز بين الصح وبين الغلط. صح. للتمييز بين الطبيعي وغير الطبيعي بالنسبة له هو. اللي احنا بنقوله هنا دكتور نبيل له علاقة بطفل لا يستطيع التمييز بين ما هو طبيعي وغير طبيعي. لما انا اقول له ان ما تتفرجش على ده، بالحقيقة ان انا بعمل عنده نوع من انواع الفضول الزيادة لان هو يشوف ده. لما انا اعمل له تصنيف عمري، فانا بديله مساحة لا زي ما انا ببقى قاعد جنبه كده، ويجي مشهد من المشاهد اللي هو مش المفروض يشوفها طبقا لتصنيفه العمري، مشهد خارج بالكامل، مشهد فيه عري بالكامل، الاطفال بيعملوا كده. ما تتفرجش على ده دكتور. حلو محمد. انا ما اتفرجش على ده واقول له ده حرام. انا بقول له ممنوع. انا بقول له ان ده مش بس ما تتفرجش عليه، انا بقول له ان ده ما تتفرجش عليه، بقول له ان ده مش طبيعي، بالمعنى ان لو حد جه قال لك اعمل كده انت مش هتقبل منه ده لانه مش طبيعي. والغلاف حتى دكتور، عشان بس يعني انا حابب ان احنا نبقى مركزين على التفاصيل بتاعه القضيه نفسها المتعلقه بالكتاب، لان التفاصيل كتيره فيما له علاقه صحيح. اللي فيها المتحولين جنسيا. صحيح. يعني حضرتك اتكلمت على الهويه الجنسيه. صحيح. في حالات علميه لكلاين فيلتر وحالات لترنر، والكلام اللي بيتقال ان راجل ممكن يبقى يميل للانوثه وست تميل وما الى ذلك. احنا ما بنتكلمش في ده، احنا بنتكلم عن طفل قاعد قدام مسلسل كرتون او فيلم كرتون، فجاه الشخصيه اللي هي قدامه اللي هو واخد عليها ان هي شخصيه محبوبه جدا بالنسبه له وقد تكون مثل اعلى له، بتعمل سلوك هو مش بس غلط ومش بس عيب ومش بس حرام، هو غير طبيعي، لان الفطره البشريه هي بتقول لا. انا بس عندي سؤال، ليه الاهالي طب أنا بس ما يمتنعوش؟ انا هستسمحك عشان احنا معانا ام على التليفون. أوكي. وعندها قصه، فمحتاجين ان احنا نفهم ونعرف الواقع بيحصل فيه ايه، وحضرتك ترد بالعلم. استاذ محمد، دكتور محمد كمان معانا. معانا غاده، اتفضلي يا غاده. الو، اتفضلي سامعينك. انا حصل معايا، يعني انا ابني عنده 6 سنين. اوكي. وفي مدرسه من احسن 10 مدارس في مصر، يعني هي بتصنف ان هي احسن 10 مدارس في مصر. انا يعني المفروض ان ده اكتر مكان انا بكون مطمنه فيه على ابني. انا ابني كل اسبوع بيروح ياخد كتاب من المكتبه وبيبقى تحت رقابه المفروض يعني، وجالي بكتاب يعني وهو قاعد كده. انا قريت حاجه من ورا boy will be boy و girl will be girl but not this not in this book. اوكي. فطبعا انا الكلمه يعني، هو الولد لسه كان جاي مبسوط جدا ان هو جايب كتاب، وفرحان جدا لان هو اسم الكتاب شده جدا، ان هو يعني ازاي يكون مختلف ده اسم الكتاب. اوكي. وبعدين وهو قاعد كده، فانا شديت الكتاب من ايده فجاه، كنت انا وبابا. بابا قال لي انا مش مرتاح للكتاب ده. فتحنا لقينا طبعا حاجات مش طبيعيه ابدا، راجل لابس دراس وعنده دقن ومركب ضوافر وحاطط ميك اب، ودي بقى الناس اللي هم الاطفال هاو تو بي ديفرنت يعني. هو الكتاب ده وصل للمدرسه ازاي؟ الكتاب ده موجود عادي في المدارس دي؟ لا طبعا مش عادي، ودي حاجه مش طبيعيه. وانا بكلم حضرتك على مدرسه من اللي هي اسم من احسن المدارس اللي في مصر، اللي هي يعني انا بدفع فيها مبلغ كبير جدا. ومش معنى انها مدرسه غاليه انها من احسن.
لا هي ما هو احنا دلوقتي المدارس بتتصنف بالاسامي، هي مدرسه انترناشونال غير مصريه مظبوط. اه طبعا، وكل المدرسين فيها اغلبهم اجانب. طب ما انا استاذه غاده خلينا نقول لما انا اروح لمدرسه كل اللي فيها اجانب، الاجانب وارد يكون فيهم كده مظبوط؟ بس انا هقول لحضرتك على حاجه برضو، انا يعني انا ابني ببقى عايزاه له احسن حاجه، ببقى محتاجه ان هو يكون احسن حد، يتعلم احسن تعليم. فده الهدف بتاع اي ام واب، ان هو يدخله في مكان يبقى مطمن عليه فيه، وهي في النهايه مدرسه. يعني مهما خيالك وصل ان ازاي كتاب زي ده يبقى في ايد ابني اللي عنده 6 سنين ويدخل لي بيه البيت، وانا ممكن انا ام قاعده في البيت، اب كان موجود ساعتها او في وقتها، في امهات تانية بتشتغل، ما اقدرش اقول ان الامهات دي ممكن ما تنتبهش. طب حضرتك اتصرفتي ازاي؟ انا طبعا لما اخذت منه الكتاب هو اتخض جدا، قال لي يا مامي ليه اخذتي الكتاب؟ فانا وبابا قعدناه واتكلمنا معاه، قلنا له ان الكتاب ده انت لما بتكذب، مش انا دايما اقول لك ربنا بيزعل منك، في حاجات ما ينفعش ان انت تشوفها دلوقتي، وما ينفعش ان انا اشرحها لك دلوقتي. ما هو انا وصلت لمرحله، انا شخصيا جالي بانيك، يعني انا شخصيا جالي بانيك، انا مش عارفه اقول له ايه. فلقيت نفسي بقول له كده، وانا ابني مؤدب قوي فتفهم، يعني ما اقدرش اقول لك ان هو اقتنع بنسبه 100%، بس حاول ان هو يعني يقول لي خلاص اوكي يا ماما. طب احنا هنشوف مع الدكتور نبيل التصرف اللي حضرتك عملتيه ده صح ولا المفروض نعمل ايه. بس هو الفكره الثانيه، حضرتك هو كمل في المدرسه ولا حضرتك نقلتي؟ لا طبعا انا بعد، يعني هو ده مش الموقف الوحيد، قبل كده برضو كانوا في رحله وفي حد سال مدرسه قال لها هو البوي كان ماري بوي، واللي انا بكلم حضرتك عنه ده كان كي جي 2، يعني مش كبير خالص. الرحله ما معلش مش سامعه. لا احنا بنسمعك. اوكي. راحت رد عليه قالت له يس بوي كان ماري بوي والجيرل كان ماري جيرل بات نوت هير، ان المكان اللي هي جايه منه او المكان اللي المدرسه اصلا كلها متسميه على اسمه. فطبعا ده مش مقبول، وعملنا مشكله كبيره. وانا لما رحنا كلنا اتجمعنا ورحنا نتكلم مع المدرسه، كان الرد علينا ليتس اجري تو ديس اجري، يعني اعملوا اللي انتم عايزينه، احنا دي يعني احنا ده نظامنا، يعني احنا ما سكتناش، احنا اتكلمنا ورحنا قلنا والكلام ده كله. بس طبعا كان الرد في قمه السلبيه، والرد يعني هم ممكن يدرسوا ده في المنهج ولا حضرتك اوريدي ولو مش لا حضرتك، انا بقول لحضرتك المدرسين بيتكلموا فيه، في مدرس جيس بيدرس للسن الاعلى. يعني المدرسين هم نفسهم فيهم كده، فده ازاي اصلا يكون موجود؟ انا كأم المفروض ان المدرسه دي اكتر مكان انا ببقى حاطه ابني فيه، المفروض هو المكان الامن بعد بيتي، يعني ده المكان اللي انا امن على ابني فيه بعد بيتي. فطبعا ده حاجه مش منطقيه ان هي تحصل، وان انا الاقي الرد بالشكل السلبي ده يعني مش طبيعي. حاجه مش طبيعيه. انا طبعا ان شاء الله من السنه اللي جايه يعني انا ولادي مش هيبقوا موجودين في المدرسه، لان انا لقيت ان انا مش هعرف اعمل الكنترول او هعرف اعمل البالانس اللي انا بقوله له في البيت واللي هو بيشوفه في المدرسه. طب استاذه غاده خليكي، احنا بنشكرك بس خليكي معانا عشان تسمعي الدكتور نبيل. التصرف الصح اللي عملته الاستاذه غاده، ولا لو احنا في مكان الاستاذه غاده ممكن نتصرف ازاي؟ يعني برضو الموضوع يختلف على حسب الاستاذه غاده رؤيتها لاسرتها ورؤيتها لابنها ورؤيتها لثقافتها. هي مخضوضة جدا من وجود أفكار مثلية في الكتاب بتاع المدرسة. أعتقد أنه لو هي قعدت مع ابنها ممكن تاخد منه كتاب وتقعد معاه وتشرح له وتقول له أن الكلام ده لا ينتمي لثقافتنا ولا ينتمي لديننا، وأنه كلام مش مناسب لينا، وأنه الحاجات ديت ما تنفعش تقراها دلوقتي، لما تكبر تبقى تقراها وتاخد منها قرار وبتاع، لكن في المرحلة ديت إحنا ما ينفعش نقرأ الحاجات دي. لكن ان انا اشد الكتاب من الولد وازعق له واقول له ده ما تعملش، طب ما هو ممكن يروح بعد كده المكتبه ويطلع كتاب تاني ويقعد يقراه. ما ينفعش بالعنف، ينفع ينفع ان انا اتكلم مع الولد واشرح له واقول له الكلام ده مش ثقافتنا وبتاع. لكن انا كمان عمال افكر في مدام غاده، الحل من المدرسه دي الفكره بقى هنا، يعني لو مدام غاده عايزه تربي ابنها في مجتمع اجنبي
وفي ثقافة أجنبية تفكر إن هي ممكن تكون عايشة في دولة أجنبية. يعني هي لو عايشة في دولة أجنبية وابنها بيروح مدرسة من النوع ده ورجع لها قال لها هذه الأفكار هتعمل معاه إيه؟ تعمل إيه؟ طب نفس الكلام اللي أنا بقوله، نفس الكلام اللي أنا بقوله. لو هو عايش هتقول له دي ثقافة. أنا كأم لن أؤمن إن أنا أودي ابني مدرسة فيها هذه يا سهير. ما هو في مصريين وعرب عايشين في أوروبا، يعملوا إيه؟ ياخدوا عيالهم يجيبهم على هنا؟ بيروحوا مدارس بهذا الشكل يعملوا ايه؟ ما هم بيعملوا مظاهرات. لا، يقعدوا مع اطفالهم ويشرحوا لهم ويقولوا لهم انه ده مش ثقافتنا، ده ثقافه المجتمع ده ودي مش ثقافتنا. يعني حضرتك شايف ده زميلك لا تهينه ولا تزعله ولا تضايقه. الفهم والشرح كفايه؟ اعتقد اه. واحنا بنشوف اوروبا في ولاد وبنات كتير مش عايشين الثقافه الاسلاميه والثقافه الاسلاميه المحافظه والتقليديه هناك. يعني نتيجة للتربية، نتيجة للتربية على فكرة. عايز تطمن الأمهات إن إحنا بالوعي. آه بالظبط، ده اللي أنا عايز أقوله. ما نخافش، ما يبقاش في قلق. دكتور محمد. وعي طبعًا، أنا متفق جدًا مع الكلام ده، لكن أنا تاني بتكلم على المناعة، إيه المناعة اللي كنا بنتكلم فيها من شوية؟ إن الطفل يبقى عارف يميز، إذا كان عارف يميز لما هيكبر هيبقى من ضمن أدوات تمييزه يا دكتور نبيل إن ما للغير هو للغير طالما هو حر فيه مع صحيح. نفسه. صحيح. وما ليا انا ليا طالما انا حر فيه مع صحيح. نفسي. فبالتالي احنا مش بنتكلم عن تصادم افكار، انا بتكلم عن عدم رغبه في فرض صحيح. الغير لثقافته عليا من باب ان انا هي ده الاختلاف. لا، ومع كامل الاحترام هو دي برضو مشكله خطيره دكتور، اللي هي فكره ان اطبع الاختلاف في النقطه دي. لا، انا بالنسبه لي المفهوم بتاع الاختلاف اللي ممكن اديله للولد اقول له ان طبيعي، بمناسبه بقى الطبيعي وغير الطبيعي، ان طبيعي ان ممكن رجلك دي يحصل فيها اي مشكله، بتر لا قدر الله او يحصل فيها كذا، ده انت بتفضل طبيعي بس بتبقى مختلف عن غيرك. وهي دي الفكره. انما الفكره بتاعت اني ابقى بتفرج على فيلم كرتون او دخلت المكتبه بتاعت المدرسه فلقيت كتاب الام الفاضله اللي كانت بتتكلم على ما هو بعد التشجيع، لا بتتكلم على ان الاب حاطط ميك اب ولابس لبس حريمي وما الى ذلك. ده بالنسبه للاطفال في مرحله معينه، وحضرتك استاذنا في ده، تعلم انه يجذب على التقليد. صحيح. وبيخليه عنده فضول لمعرفه هو عمل كده ليه، طب وانا ممكن اعمل كده. بس لن يؤدي برضه. انا مع حضرتك في القصه. لن يؤدي عشان بس في مرحله معينه الناس ما تترعبش. انا في مرحله معينه ما انا بقول عشان الناس ما تترعبش. انا عايز اقول لك تصنيف عمري ان انا عندي صديق الاستاذ سعيد بعتت لي دلوقتي فيديو منتشر دلوقتي على السوشيال ميديا، سيده في مكتبه في الشيخ زايد بتقول انها دخلت المكتبه لقت كتب صعبه جدا. يعني انا شفت الفيديو، الكتب اللي موجوده صعبه جدا. انا ما اعرفش ازاي الكتب دي دخلت مصر، ما اعرفش ازاي تبقى في مكتبه عاديه. يعني فين الضمير الحقيقه؟ لو انا لقيت ابني داخل من المكتبه، لو انا انتبهت. في امهات مشغوله ممكن ما تتوقعش اصلا، او دخلت المكتبه ولقيت النوعيه دي من الكتب، اعمل ايه؟ ما هو انا يعني هو دكتور نبيل مدرسته انه ما تجيبناش. اه بالظبط كده. انا موقفي بصي انا موقفي بصي بعد الفيديو ده صاحب المكتبه سحب الحاجه فعلا. لكن انت جبت الكتب دي اصلا ليه؟ هل عدم وعي؟ استاذ سوير بعد اذنك، انا اسف يا دكتور. فضل. انا كنت في معرض فرانكفورت للكتاب الاخير اللي هو كان في نوفمبر اللي فات، نوفمبر 2022، وشاهدت طفره لمثل هذه الكتب موجوده. كويس. الكتب دي موجوده بانهي لغات؟ موجوده بالانجليزيه وبالالمانيه وبالفرنسيه وباللغات الاخرى. ما فيش كتاب موجود باللغه العربيه في هذا الاطار. انا دلوقتي لو انا دار نشر رايحه اجيب حقوق ترجمه، هجيب حقوق الترجمه بتاعت الحاجات دي؟ الاجابه المفروض يعني اللي انا افهمه لا، طالما انا دار نشر عربيه وليها قيم وسلوك. طيب هل انا بقى استورد الكتب دي واحطها عندي؟ انا بشوف ده اعتداء على الوعي وتزوير لو انت طبعا. جبتها اصلا ليه؟ لان في الاخر انت كده مش فكره ان انت بتتيح المعارف، انت بتمررها، انت بتمررها كالسم في العسل للاطفال اللي هم مش هيعرفوا يعملوا اي حاجه. طيب اللي الدكتور نبيل بيتكلم فيه هو صح جدا، اللي هو ايه؟ اللي هو فكره ان انا لقيت هذا المحتوى قدامي انا بتصرف تصرفين. التصرف الاولاني ان انا مش هجيبه وهحذر ابني وهقول له خلي بالك ان في بعض الكتب خلي بالك ان لازم في كتب لازم فيها مشكله 1 2 3 طبعا. ولازم انا اب وام يبقى عندي وعي بالكلام ده. بس التصرف الثاني ان انا زي دكتور نبيل تسمح لي، يعني التصرف الثاني ان انا هروح لصاحب المكتبه
واقول له ان الكتب ديت تحديدا صاحب المكتبه اللي فين؟ اللي في مصر. السيده الفاضله اللي عملت الفيديو، او اعمل الفيديو زي ما الست عملت كده. السيده الفاضله اللي عملت الفيديو هي سيده تعيش في الولايات المتحده الامريكيه، وكانت مندهشه ان الكتاب ده موجود في مصر مش في الولايات المتحده الامريكيه، لان هي في الولايات المتحده الامريكيه ما تقدرش تتكلم في ده. ليه ما تقدرش تتكلم في ده؟ ثقافتهم كده، على الرغم من ان اليات الاعتراض في الولايات المتحده الامريكيه على الحاجات دي واضحة. بتخلي الناس تنزل تعترض وتعمل مظاهرات. وفي المقابل يا دكتور، ودي خطوره الامر، الفيديوهات ماليه الدنيا، الجهه بتاعه ترويج المثليه واللوبي الكبير ذو النفوذ القوي جدا بتاع ترويج المثليه عامل مظاهرات بيقولوا فيها وي كيم فور يور تشيلدرن، يعني احنا جينا عشان اطفالكم، وكانه هم بيستهدفوا الاطفال تحديدا. اذا انا ما كنتش اقاوم بالشكل ده وغيري يقاوم بالشكل ده الذي يوجد فيه وعي ويوجد فيه احترام للاخر، لكن عدم رغبه في فرض الاخر لثقافته ولارادته عليا، فيها نوع من انواع عدم تسييس الموضوع او عدم اعطاء الصبغه الدينيه للموضوع، وانما هو الموضوع انساني وبرجعه لاصوله. الطفل اللي عنده 6 سنين فما فوق دوت برجع الامور لاصولها في اشياء طبيعيه. والغلاف هنا بيقول الشمس فوق بتشرق في الشرق وتغرب من الغرب، لو القمر طلع الصبح ده شيء غير طبيعي. عند حضرتك على الغلاف في سمكه طايره في الهواء، مفيش سمك بيطير. عند حضرتك على الغلاف في قطه بتهوهو، مفيش قطه بتهوهو. انا لما ادي للطفل المعلومات بهذا الاطار، واجي حتى اقول له احنا رايحين فرح النهارده بالليل، احنا رايحين فرح مين النهارده بالليل؟ احنا رايحين فرح عمه وطنط. فعمه وطنط بالنسبه له هو اتعرف، انا مش هروح له اقول له خلي بالك في حاجه اسمها المثليه بيقولوا عليه، اوعى تعمل انا كده بجيب كاني بأثير فضوله وبعرفه على الحاجة. إنما أنا لو عرفته التمييز الحقيقي بين ما هو طبيعي وبين ما هو غير طبيعي، واديت له المناعة اللي تخليه يعرف يميز بين الاثنين، حتى لو هو عايش زي ما حضرتك بتقولي في الولايات المتحدة ولا في أمريكا ولا في أي حتة، وكلنا معرضين لده وولادنا معرضين لده، هيعرف ياخد القرار الصح وهيعرف يتصرف، وهيعرف بالمناسبة كمان ما يبقاش الشخص المتطرف في التعبير عن رأيه. يعني هو ما يجيش في الاخر يقول انتوا ازاي بتعملوا كده، انت رايح لهم بلدهم وبتقول لهم ازاي بتعملوا كده، هم بيعملوا حاجه وانت اعمل حاجه ثانيه. يعني احنا دلوقتي نهدى وما نصدرش اسلوب الفزعه. طبعا احنا طبعا نصدر اسلوب الاتزان والتفكير والعقل والحكمه والحوار المتزن العاقل، ولازم نفرق بين السلوك والميول والهويه. السلوك هو سلوك عشوائي ممكن يحصل، يعني لو واحده اكتشفت ان ابنها حصل حاجه لعب زي ما احنا كنا بنتكلم على اللعب ما تتفزعش، ما ده لا يؤدي الى الفزعه. فهماني؟ ايوه، بس يعني هي بس مجرد انها تتكلم معاه فده الرابع. طبعا تتكلم معاه وتقول يا حبيبي ده ايه، طب وليه ده حصل، طب انت كنت بتعمل ايه، من غير ما تتفزع. لكن علشان ما تعنفوش عشان ما يروحش الاتجاه ده، مش هيحكي معاها تاني. تقول له ازاي يا دكتور ان ده صح من الغلط؟ يعني هو لو شافت ميل لنفس ذات الجنس، يعني خلينا نحط كل حاجة. تقول له ايه؟ هتشرح له اولا ده مش سنك، واولا ده العادي بالنسبة للناس لما هتكبر هتبقى عارف انت هتحب بنت وهتصاحبها وبتاع، يعني يبقى الكلام وتتكلم من وجهة نظر الدين، تتكلم من وجهة نظر الثقافة، تتكلم من وجهة نظرها هي وباباه، يعني كل التفاصيل ديت من غير ما ازاي وتضربه وتصرخ وتعيط وتنهار. ده مرفوض طبعا. يعني احنا لا للعنف الجسدي ولا اللفظي ولا الجسدي، يعني لغه الجسد كمان ما تبقاش، عشان كمان هو يعرف يحكي لها بعد كده. صحيح. عشان يعرف يحكي لها مشاعره، ولو حصل مشاعر عنده بعد كده يقدر يتكلم معاها فيه. طب لو لا قدر الله لو اسره عندها هذا الابتلاء، يعني هو كده ده موضوع صعب جدا. ايوه موضوع مؤلم، ده موضوع صعب جدا. طيب. ربنا معاهم يعني، بس ده موضوع صعب يبقى لانه ده صعب جدا تغييره كمان. صعب تغييره طبعا. بس للحوار بقيه يعني ان شاء الله. دي اسئله مهمه جدا دكتور محمد. وعايز اقول برضو حاجه تانية مهمه قبل ما نقفل، لو ولد جه قال لامه انا بنت، ده ملوش علاقه بالميول الجنسيه، وده مش ثابت، يعني ممكن بعد شويه لا ده أنا، او بنت جايه تقول انا ولد، ممكن تكون بتلعب، ممكن تكون برضو ما نتفزعش. ده لازم المساله دي تكون مستقره سنوات عشان نحكم ان اذا كانت هي حاجه موجوده واصيله وثابته ومحتاجه شغل عليها ولا لا، ومحتاجه مشوره نفسيه بتهيألي. طبعا ده موضوع، يعني موضوع اللي هو الهويه الجنسيه ده موضوع. احنا بنشكركم جدا وبنشكر دكتور فتحي، ويا ريت يبقى فيه حاجات كتير ان احنا الرد او تكوين المناعه، ان احنا بنرد على التطبيع بان احنا بنعمل كمان مناعه من خلال الثقافة والقراية والوعي
وزي ما قلنا نبعد عن العنف حتى لو كان في لغة الجسد، حتى لو كان في نظرة، فما ينفعش، لازم نبقى يعني ماسكين زمام نفسنا، أو يعني نحاول إن احنا نبقى يعني كاظمين الغيظ. مظبوط. بنشكرك دكتور محمد فتحي، بنشكرك دكتور نبيل. حلقتنا لسه مكملة، نشوفكم بعد الفاصل. وبنجد تحية مرة تانية لكل المشاهدين. بعد الموضوع الصعب اللي كنا فيه، نروح بقى لموضوع مهم جدا برضو، بس يعني أكيد أهدى كتير. أوقات كتير بنصحى من النوم ونقول يا كان نفسي أكمل نوم عشان كان في حلم نفسي أكمله، أو أحيانا أقوم مفزوع جدا بسبب حلم أنا بحلمه، أو أشوف حاجة الناس عندهم ربنا مديهم منح خاصة ممكن يشوفوا حاجات تبقى رؤى. لكن في كل الأحوال أنا محتاج أعرف تفسير الحلم، إيه اللي أنا شفته ده، دلالته إيه، قصته إيه يعني، ولو حلم بيلح عليا كتير كتير وبتكرر معايا كتير كتير. في قصة الأحلام دي كلام كتير كتير كتير، يعني ما يكفوش حتى لو عملنا أكتر من حلقة في الأسبوع. ومن ورانا مفسرة الأحلام الشهيرة الأستاذة حنان الجندي. أهلا بك. أهلا وسهلا بك أستاذة سهير. أستاذة حنان، يعني إيه الفرق بين الحلم وبين الرؤية؟ نبتدي كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة هي بتقسم لثلاث أجزاء، رؤية من الله وملائكته، وحلم من الشيطان اللي هو بيحزن البني آدم بيه، وأضغاث الأحلام دي اللي هي إيه، تنفيس عن العقل إيه البشري والحاجات اللي بتحصل في حياتنا والواحد بيقوم إيه مش فاكرها. أفرق إزاي؟ أضغاث الأحلام دي بس مش فاكرها. الحاجات اللي أنت مش فاكرها، لكن الرؤية بتكون مسج قصير وإيه يعني تقوم فاكره مش ناسيه، وحاجه قصيره. لكن اللي يعني بيقول ايه حلم طويل ويقعد يقول انا طلعت ونزلت، دي بتندرج تحت اضغاث الاحلام، وخصوصا الحاجات اللي هي ايه يعني حد يقول ايه انا شفت فيل في السماء، لا غلط طبعا، شفت البحر مش عارف فين، دي بتندرج تحت ايه اضغاث الاحلام. اضغاث الاحلام احنا اتفقنا ان احنا مش هنفتكرها، بس طالما انا فاكرها، لا فاكرها بس فيها، لان العقل البشري ده زي كارت الميموري، فبيخزن يخزن يخزن، فهو بيفرغ مناما بقى، يبتدي يفضي الحاجات ديت والواحد نايم. انما الرؤيه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبعتها للبني ادم برضو بتقسم تحت ثلاث اجزاء. اول حاجه ان هي يعني رؤيه مبشره لهم البشرى في الحياه الدنيا، يعني بني ادم يقوم مستبشر كده، الله انا شفت رؤيه حلوه. برضو هنرجع برضو نجزقهم تاني. ليه؟ انا نفسي اشوف رؤيه وتتحقق ان التكييف يتقفل. صحيح الجو حر بس التكييف صعب صعب صعب. انا دمرني التكييف. اتفضل. التكييف ده ليه قصه في تفسير الرؤى برضو. فان حد برضو يشوف يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبعت له رؤيه زاجره، اللي هو بيقول له ايه خلي بالك انت كده تعديت حدودك، فانتبه بقى وايه واحذر. رؤيه الامتحان، رؤيه يوم القيامه، ده اللي يشوف الرؤيه دي عليه اللي هو بقى ايه يعيد حساباته تاني من اول وجديد، ان هو يخلي باله ان انت كده تعدد الحدود بتاعتك. وفي الرؤيه اللي هي بقى ايه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه يعني، طبعا احنا قلنا البشره وقلنا الزاجره وقلنا المنذره، اللي بيقول لك ربنا خلي بالك انت الخطوه دي لو خططها فيها صعوبه عليك. زي مثلا تجي لي واحده تقول لي ايه انا يعني خلاص كده ايه في انفصال وفي طلاق، فتشوف رؤيا ان هي بتقود السياره بتاعتها وداخله في اماكن ضلمه وحاجات يعني انفاق والعربيه بتدغدغ منها، العربيه دي رمز لطريق حياتها. فربنا سبحانه وتعالى يعني بينبهها ان انت لو اخذت الخطوه دي حياتك هيبقى فيها قسوه وتعب. تمام. في برضو ايه الرؤى بتنقسم لاربع اجزاء، انا اشوف رؤيه حلوه وتفسيرها حلو. تمام. اللي انا اشوف بقى ايه نبي من الانبياء، أشوف ملك من الملائكة بيديني شيء بيعطيني شيء طيب، أشوف مثلا يعني في رؤى حلوة كتير واحد بيشوفها ويقوم مستبشر، إن حد ميت يجي يديني حاجة، بتبقى برضو دي عطايا الميت خير كثير.
تمام. يعني فعلا عطيت الميت مش زي ما الناس متخيله. لا حلو. بتقلق من لا بيخافوا من حضن الميت، يعني لو حد الميت حضن اقول لك يا خبر ده انا هموت، لا ده حضن الميت ده طول عمري ليك، حلوه جدا. اللي يخوف بقى ايه؟ يعني في رؤى انا بشوفها ام مفزوعه، ايه هي بقى؟ مثلا حد تقول لي انا شفت ان انا ابني بيقع من البلكونه، انا شفت ان انا قتلت ابني. الحاجات ديت بتكون على فكره حلوه جدا. ليه بقى؟ لان هنا رمز الولد اللي بيتشال ده رمز للعداوه، يعني انا ربنا هينصرني على عدوي. غير الولد اللي بيمشي، ولد اللي هو بيمشي ولد بشاره اللي هو ايه من 7 لـ10 سنين، انما الولد اللي بيتشال ده مشكله في الرؤيه وحشه جدا، ده يا اما عدو يا اما ايه مشكله في حياه البني ادم. فانا لما اشوف ان هو مات، ان هو وقع من البلكونه، ده ربنا بيبعد شر عني، دي حلوه، مع ان انا هقوم مخضوضه ومفزوعه. تمام. رؤيه برضو مثلا لو حد شاف ان هو يجامع والدته، الرؤيه دي جت لي كتير جدا، دي حلوه جدا جدا جدا، ده معناه ان الشخص اللي شاف الحاجه ديت ده معناه ان هو يعني هيجتاز اهل بيته، يعني هو هيكون مسؤول عنهم وليه القوامه، وكمان ليه بشاره ان هو هيطأ ارض الحرم لان دي من المناطق المحرمه، فده ليه بشاره بالحج، فحلوه جدا. الرؤى الحلوه برضو هنرجع لها تاني، ان انا اشوف نفسي قدام مكه وبدعي، ان انا اشوف رؤيه المطر، كل الحاجات دي خير، ان انا اشوف نفسي رحت اعمل حج او اعتمر. الرؤى بقى اللي هي مثلا تخوف بس هي حلوه، لو حد شاف ان مثلا شخص يعني اعزب كده مات، ده زواجه، هي الحاله اللي هو فيها هي اللي انتهت، حياه العزوبيه. تمام. اللي حد شاف ان الميت حضنه، لا ده طول عمري ليك. بس برضو في بعض الحاجات اللي هي تخوف من رؤية الميت، لو جاء الميت ادانا قماش ابيض، دي مش حلوة، لان انا فسرت الرؤية دي قبل كده الواحدة يعني شافت جدتها ادتها 3 قماشات بيض، 3 من الاسرة توفوا، فدي طبعا. شوفي مع ان انا لسه قايله لك ايه، عطايا الميت خير، بس لما يجي يديني طعام، لما يديني عصير، ده رزق جاي لي بسرعة، حلو طبعا، فالحاجات دي حلوة. لكن لما انا اشوف ان هو اداني، او برضو في حاجات حلوه بياخدها مني، البطيخ، البطيخ ده اوحش حاجه تتشاف في الرؤيه، مع انه من الفاكهه، واحنا دايما نقول للناس ان الفاكهه دي احلى حاجه ان انت تشوفها في الرؤيه. تمام. الفاكهه بس في بعض انواع من الفاكهه انا ما بحبهاش، زي الكمثرى، لان دي كم الثرى، يعني انت جاي لك فلوس من ميراث حد هيدفن، هي اسمها كده. الجوافه والبرقوق دول برضو يخوفوا، والتين، التين ده مرتبط بالندامه، يعني البني ادم هياكله وهيسعد بس هيندم على شيء، خصوصا التين الشوكي بقى. التين الشوكي ده ليه دلاله برضو ايه؟ فيها ندم وشك في بعض الاحيان، يعني برضو احنا مش بنقدر نقيس قوي الا على حسب سياق الرؤيه، يعني هي الرؤيه سياقها هو اللي بيحدد هي ماشيه في انهي اتجاه. تمام؟ انا لسه عندي اضغاث احلام من التكييف. يخيف. طيب. لو انا مش في دماغي حد خالص، ما فكرتش في فجاه اللي هو بتحلمي بحد مش في دماغك اصلا، ولا شفتي حاجه عنه، ولا شفتيه من زمان، ولا ممكن ما تكونيش بتكلميه، يعني تستغربي ان دخل في الرؤيه، ان هو جالك. اقول لك انا بقى، يعني انا بتجيني رؤى كتير تقولي انا شفت الممثله الفلانيه، انا شفت النجم الفلاني، طب حضرتك ليكي علاقه بيه؟ تقولي لا، احنا بكده بناخد اسمه. الاسماء اللي هي مثلا ايه، خير الاسماء ما عبد وما حمد، يعني مثلا احمد، محمود، خالد، دي من الاسماء اللي محموده في الرؤيه. لما انا اخد الاسم هنا بوظفه، زي مثلا اسم ايه، تقولي انا شفت الممثله يسرى وجت حضنتني، طب وحضرتك ليكي علاقه بيه؟ تقولي لا، بس هنا معناها في تيسير لامورك. عفاف ده معناها عفه، ان شاء الله هي هتتزوج مثلا، داخله على موضوع في زواج. منة، سلمى، سلمان، ده سلام وامان. في حد واحده بعتت لي، ما احناش اصحاب يعني، بس بعتت لي انها حلمت بيا وهي كانت في الحرم. جميل. يعني وهي كانت بتعمل العمره حلمت. شافت ايه في الرؤيه بقى؟ ما احنا اللي يهمنا هي شافت ايه. كتبت لي بس انا نسيت دلوقتي. لا ده طبعا رؤيه جميله، بصي خصوصا ان هي في الاماكن الجميله دي، ف يعني حته اضغاث الاحلام بتبقى قليله، لان هناك روحانيات عاليه جدا ما شاء الله. فده معناها بصي، يعني انا مثلا لما تجيني واحده تقول لي ايه، انا شفت ان انا رحت اعمل حج او عمره وهي مش متزوجه، ده زواجها،
يعني انت لو مش متزوجه ده زواجك، فاهمه؟ ان هي كمان شافت لك الرؤيه دي هناك، بس احنا لازم نشوف سياق الرؤيه هي ماشيانا فين، فاهمه؟ لان زي ما انا بقول لك كده، حتى لو هي رؤيه هي مبشره، هي زاجره، هي منذره، ليها حاجات. في بقى حلم مثلا حد يقول لي ايه، انا شفت بقى ان انا ايه، انا شفت رؤيه حلوه قوي. طب شفت ايه؟ يقول لي انا شفت ان انا في فرح، وان انا بتزف، وان انا قدامي مش عارف ناس بترقص، او انا برقص، او وحشه جدا، او الملاهي، او شوفي هو يعني شاف رؤيه حلوه بالنسبه له بس تفسيرها سيء. لان خصوصا رؤيه الفرح ومع اكل ده عزة. لو جاء حد قال لي انا قاعد في العزة يعني. انا قاعد في عزة وشايف مناسبه مش لطيفه، ده فرح، ده هو هيحضر فرح. انما وجود المعازف والرقص والحاجات دي يعني ممكن يبقى في زواج، بس ايه تقول لي ايه، انا شايفه ان احنا في مناسبه، بس ايه مناسبه لطيفه كده، باين انه فرح، بس ايه يعني ما فيش بقى طبل ولا زمر ولا رقص ولا الكلام ده. لان الرقص بيقول لك يرقص من الالم، فصعبه جدا رؤيه الرقص في المنام. لكن لما وبرده لما البنوته تشوف ان هي لابسه فستان جديد، ده عريس، بس لازم يسمى ليها عريس، يعني يقول لها فلان جاي لك، احمد مثلا مستنيكي. لكن ياخدوها كده وتلبس الفستان ويدخلوها اوضه ويقفلوا عليها، ده وفاتها وحش. شوف ازاي، مع ان هي تشوف ايه، الله ده انا عروسه وهتزف وهتجوز. طب هل من اكتر الاحلام اللي بتجيلك ان البنات عايز تعرف هتتجوز ولا لا، وهتتجوز مين؟ ايوه حصلت كتير يعني. في بنات بشرتها، وفي ناس كمان بشرتها بالحمل الحمد لله وحصل. بصي هقول لك على حاجه، يعني رؤى الزواج للعزبويات ده حلو جدا، ان هي تشوف نفسها يعني تيجي مثلا يا رجل يا امراه، يعني الاثنين على حد سواء على فكره. اول حاجه للمراه، الذهب للمراه معناها زينه، معناها اضافه. تقول لي ايه، انا شفت ان انا لابسه خاتم شيك وجميل قوي جاي مقاسي، اقول لها ده عريس وحد كويس، وانت هتكوني مبهوره بيه ومعجبه بيه. طب لو الخاتم ده اللي هي لابساه يعني مش ذهب، ده حد يعني ايه مش كويس، او هي شافت مثلا ايه فص جميل، ده معناه صفه حلوه محموده في الشخص ده هي هتحبه. الدبله دي من الحلي اللي احنا دايما نقول ايه، الذهب زينه للمراه وفرحه جايه لها، والتاج ده معناه ان انت هترتبطي بشخص متميز وهكذا. انما الدبله دي نذير سيء، ليه؟ ده شخص راجع، بس راجع بمساوئه، لان الدائره دائره السوء. فلما يرجع اعرفي كده ان هو سواء الرؤيه دي شافها رجل او امراه، او يعني رجل اعزب او امراه او بنوته، يعني مش حلوه. تمام؟ ليه؟ لان دبله ودهب وكل حاجه، بس ده راجع بمساوئه، اقبليها بقى. طب هقول لك احلام جات لنا على الصفحه من المشاهدين. رانيا بتقول حلمت ان اخوها احمد عازب بيقول لها انا ركبت لك حنفيه ورا باب البيت، واشتريت خرطوم ميه 10 متر عشان نمسح السلم، ما نجيبش ميه من الشقق، وصحيت وانا ماسكه الخرطوم وهمسح السلم. مسح السلم ده حلو، بس خلي بالك حته ان حنفيه ورا الباب ومش عارف ايه، ده مشاكل، بس في مشاكل زائله. الميه بره البيت حلوه، جوه البيت مشاكل، فده معناها ان شاء الله مشاكل كده حواليهم تبع الجيران وهتنتهي ان شاء الله. طيب ام أنيس بتقول خالي حلم إن أخته عزماه على الفطار، وطلع عندها لقى الشقة بتاعتها ضلمة، وأمه المتوفية قاعدة على جنب، فكل واحد فكل واحدة شيبسي، وقال لها ابعت لك وليد يشوف النور، ونزل هو وأمه وراحوا قعدوا على السور، وفي واحدة مجهولة قعدت في نصهم، خالي وخالتي مش بيكلموا بعض. مشاكل طبعا. والأم اللي هي المتوفية دي قاعدة زعلانة، لان طفيه النور دي مش مستحبه في المنام، يعني ان حد يشوف بيته مضلم معناها ان البيت ده ما فيهوش ذكر لله. يعني لازم نشغل قران، لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لا تجعلوا بيوتكم خربه، اللي هي ما فيهاش ذكر لله، ما فيهاش قراءه قران، في بعد، في مشاكل بسبب ان هم يعني بعيد شويه. والام الميت ده خلي بالك اهم حاجه بتيجي في الرؤيه، رؤيه الميت ده لما يجي مثلا بيتوضى او بيصلي او مثلا بيغتسل، هو خلاص يعني عمله انقطع، بس هو بيقول لنا احنا نعمل كده. نجاتك من الامر ده في ان انت تتوضى، ان انت تصلي، ان انت تقرب من ربنا، فانت هتخرج من امر في مشكله، لان الاستحمام والوضوء والاغتسال خروج من يعني هموم ومشاكل، فاهمه؟ فالميت ده ليه تاويلات كتير جدا، بالذات لو قاعده زعلانه او ما بتكلمش حد، يبقى هي زعلانه من صاحب الرؤيه اللي هي ما كلمتهوش.
طب عندنا صديقة بتسألك إيه معنى القطط الصغيرة كتير في الحلم، وإيه معنى يبقى لونها أزرق وتبقى القطط حلوة؟ أو بصي بقى، أولاً القطط دي ليها دلالات كتير في المنام. إحنا قلنا قبل كده إن اللي يشوف إن هو بياكل لحم القطط ده معناه إن الشخص ده اتعرض للسحر. وجات لي على القناة والله واحد قال لي أنا شفت مراتي طبخالي لحم القطط، فهو كده أكل سحر ما فيهاش اتنين تلاتة دي، تمام؟ فحتة إن أنا أشوف القطط داخلة البيت لما يكونوا كتير ده رزق جاي. ليه بقى؟ لأن هما بيتجمعوا في الأماكن اللي فيها خير، لكن أشوف قطة واحدة دخلت البيت أو دخلت أوضة نومي دي يعني مش حلوة. لكن هي بتقول قطط صغيرة كتير ولونها أزرق وشكلها حلو، ده حلو، ده معناها في رزق جاي لها. لكن أنا لو شفت قطط سودة أو واقفة على باب الشقة، لا دي مشاكل مش حلوة. طيب حلمت ان جبت 71% في الامتحان وكنت اعلى نمره في اصحابي، انا متزوجه وعندي ولدين ولا اعمل. حلو، ده تجربه هتتعاد عليها، فيها انتصار ليها لان هي جابت مجموع حلو برضه. فحلوه دي مش وحشه. امينه مسعودي بتقول حلمت كنت رايحه البحر وشفت واحده بتتسول وقلت لابني اديها هاتف وكملنا طريقنا، وكانوا الناس قاعدين على الرملة والمية، وكان الصبح بدري والماء ده يشفي، وقلت لابني ان هو يبعد لانه الحذاء هيتبلل، لكنه ما اهتمش وجرى والمية جريت بين رجليه لكن ما لمستنيش، وقلت سأدعي الله رغم وجود الناس. دعاء اهم حاجه في الرؤيه دي، الدعاء، لان الدعاء جوه المنام استجابه. يعني ما شفت ان انا بدعي ده معناها استجابه الدعاء، لو انا شفت ان انا بدعي على حد او بحاسب عليه برضو استجابه. حته ان هي تصدقت ودت لواحده مجهوله دي الدنيا، يجب عليها ان هي تتصدق لان هي كده هتخرج من مشاكل. لان هي على فكره رؤيه البحر حلوه جدا، البحر ده الدنيا كل ما كان هادي وصافي ورايق وانا قاعده قدامه كده، ده معناه ان انا يعني داخله على يعني فتره فيها استجمام وفيها راحه وفيها فرحه. البحر الموجه عالي ده يقول لك ده راجل يعني ايه ليه قلبه زي البحر، او مشاكل في حياه الرؤيه. لكن طول ما البحر هادي ورايق وجميل ده حلو. ولو حد شايف ان هو بيشرب من ماء البحر ده معناه ان هو جاي له علم، يعني هيتلقى علم. الوحش الغرق في البحر ده بقى مش حلو، لو حد شاف ان هو بيغرق وما طلعش دي اللي وحشه. بيغرق وطلع ده معناها هو بيقولك ايه، انت هتغرق في الخير بس انت كده بعيد عن ربنا وممكن تموت على كفر والعياذ بالله. لازم ان انت تكون طلعت من او بتعرف تجيد السباحه، معناها ان انت بتعافر في الدنيا وهتحصل على خير. احنا لازم تجيلنا تاني ان شاء الله، لان احنا عندنا 234 رؤية حلم عايز يتفسر. والوقت غير التليفونات اللي عندنا كتير، والوقت للأسف خلص. حنان بنشكرك جدا، وإن شاء الله تجينا الأسبوع الجاي إن شاء الله. خلاص حنان هتبقى معنا الأسبوع الجاي. حضروا أحلامكم بقى يا جماعة عشان الأسبوع الجاي إن شاء الله. حضروا أحلامكم ورقة وقلم وخليكم حاضرين دايما معنا. بنشكرك يا حنان، وبنشكر كل مشاهدينا. يا رب أيامكم كلها حلوة، الخير دايما في أيامكم، وبكرة يوم جديد والستات عنور.